بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. إنك تلبس الفانيلا الحمراء ده شرف كبير جدا، إنك تلعب للنادي الأهلي وتنتمي للنادي الأهلي وتحب النادي الأهلي أيضا شرف كبير جدا، إنك تكسب مع النادي الأهلي وتقف على منصات التتويج مع الأهلي أيضا شرف كبير جدا، إنك تدافع عن كيان النادي الأهلي وتضحي عشان خاطر النادي الأهلي أيضا شرف كبير، إنك تتعلق بجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان وأيضا شرف كبير جدا، لأنه جمهور النادي الأهلي دايما بيتغنى باسم نجومه وبيحب نجومه جدا، إن الناس تشيلك فوق الراس أيضا شرف كبير جدا، إن جمهور الأهلي يحط اسمك وسط الأساطير فده هو الشرف الحقيقي. فعلا الأهلي كيان كبير وعنده شعب بيعشقه. بمناسبة إن الأهلي صانع النجوم، الأهلي الأول في كل شيء بفضل الله وبفضل جمهوره ونجومه. إن شاء الله بعد بكرة قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي يبحث عن النجمة رقم 11 في دوري الأبطال وبيدخل هذه القرعة وهو المرشح الأول كالعادة للفوز بهذا اللقب. زي ما حضراتكم عارفين 10 ألقاب تاريخية للنادي الأهلي، فتاريخ دوري الأبطال مليان حكايات وحكايات عن النادي الأهلي بطل القارة وبطل القرن من سنة 82، والأهلي عاشق لمنصات التتويج في إفريقيا. تفوق واضح جدا للنادي الأهلي، مش محتاجة كلام، يعني احنا لما بنيجي نتكلم دايما زي ما حضراتكم عارفين دايما بنتكلم بالأرقام. 10 بطولات للنادي الأهلي، أقرب الأندية ليك على ما أتذكر، يعني طبعا الزمالك والترجي على ما أتذكر كل نادي وله 5 بطولات، فبالتالي أنت عندك ضعف بطولات أقرب الأندية ليك، فدايما يظل دائما النادي الأهلي هو رقم 1. شوف تقرير الأهلي نسر بطولات إفريقيا. بطولات الأهلي مستمرة إن شاء الله، ودائما النادي الأهلي نسر بطولات دائم للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين كلنا بنحب النادي الأهلي وكلنا بننتظر النادي الأهلي. بالمناسبة لأن أنا قلت معلومة في الأول، الأهلي فعلا 10 بطولات، وأيضا نادي الزمالك 5 بطولات، مازيمبي هو اللي 5 بطولات، نادي الترجي 4 بطولات، لأن الناس هنا بتقف لنا على الواحدة أي كلمة بنقولها. لكن طبعا طبيعي جدا أن تحدث مثل هذه الأمور، وبالتالي إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي في البطولة الإفريقية. أنا اللي يهمني إن احنا 10، صحيح يعني في النهاية أنا ما يهمنيش بقية الأندية، ولكن أنا اللي يهمني إن أنا 10 والفريق اللي بعدي أو الفريقين اللي بعدي نصي، وهذه هي الحقيقة. الحقيقة دائما بالأرقام، لأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. يعني عمرك ما تقدر تيجي تقول إيه، أصل النادي الأهلي خد 10 بطولات ونادي مازيمبي خد 5 بطولات، فما ينفعش تيجي تقول ان الخمس بطولات بقوا 11 بطوله فجاه. ما ينفعش، محدش هيعرف يدلس على هذه الامور، محدش هيعرف يكذب في هذه الامور. وبالتالي دايما يقول لك ايه، لان انا النهارده عندي في الفقرات اللي جايه هتكلم مع حضراتكم على تدليس وكذب، تدليس وكذب. في ناس ما بتعملش حاجه في حياتها غير انها بتدلس وبتكذب ويقول لك اصل قناه الاهلي. لا، في ناس غاويه ان هي يتعمل لها لايكات، والله حتى لو كان الموضوع بشكل سلبي. يا عم فاسلام فهمنا، هفهمكم، ولكن ان شاء الله في الفقره اللي جايه، لان احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنحب نتكلم عن النادي الاهلي، لما نحب او لما نيجي نتكلم بشكل ايجابي بنحب نتكلم عن النادي الاهلي. حتى لو عندنا مشكله هتلاقونا دايما بنحاول نحل المشكله مع جمهورنا، جمهور يقول لنا واحنا بنحل او احنا بنضع الحلول بالنسبه لجمهورنا، وهو ده الفارق الكبير دائما ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل فقراتنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اتكلم مع حضراتكم عن قرعه دوري الابطال. كمان ان شاء الله النهارده هنفتح المحل ده، الملف ده، مع ضيوفنا النهارده الدكتور احمد ثابت والاستاذ
كريم سعيد، هنتكلم معاهم في كل ما يخص قرعه دوري الابطال، لان كل جمهور المصري الحقيقه وكل الجمهور في افريقيا مترقب لهذه القرعه. تعالوا نشوف تقرير عن قرعه دوري الابطال ونرجع نتكلم مع حضراتكم. زي ما حضراتكم سمعتوا منافسه صعبه، لكن خلينا نتوقف عند التصنيف شويه. في دور المجموعات فرق منها تسع أندية، 16 عرب، تسع أندية، هم طبعا 16 نادي، تسع أندية عربية وسبع إفريقية. الأهلي المصري طبعا، الزمالك المصري، الوداد المغربي، الرجاء المغربي، الترجي التونسي، المريخ السوداني، الهلال السوداني، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، سان داونز من جنوب إفريقيا، وسيمبا التنزاني، وفايبرز اف سي من اوغندا، وكوتون القطن الكاميروني، وفيتا كلاب الكونغولي، وحوريه كوناكري الغيني، وبترو اتلتيكو من انجولا. لكن لو جينا نتكلم عن تصنيف هذه الانديه في قرعه دوري الابطال، فهتلاقي دايما الارقام لا تكذب ولا تتجمل. ايه اللي هيحصل؟ ان الاهلي هو رقم واحد بكم نقطه؟ 78 نقطة. مين اللي بعده؟ نادي الوداد بكم نقطة؟ ب71 نقطة. يعني تخيل حضرتك ان النادي الاهلي 78، الوداد 71، الترجي 58، والرجاء 54، عشان بس حضرتك تعرف الفرق ما بين اي حد وما بين النادي الاهلي. المستوى الثاني سان داونز كم نقطة؟ 46. مين تاني؟ نادي الزمالك كم نقطة؟ 43. حورية كوناكري 31 نقطة، يعني النادي الأهلي أكتر من ضعف حورية كوناكري. بترو أتلتيكو 31 نقطة، ده المستوى الثاني. المستوى الثالث سيمبا 28 نقطة، شباب بلوزداد 27 نقطة، شبيبة القبائل 22 نقطة، الهلال 19.5 نقطة. المستوى الرابع فيتا كلاب 17، القطن 14.5، المريخ 9، فايبرز بقية ال، هي دي الفرق اللي احنا دايما بنقع معانا. عشان بس لما حد يجي يتكلم كل شويه يقول لك ايه يا جماعه، هو اشمعنى النادي الاهلي؟ كل حاجه بيحطوا النادي الاهلي، او كل حاجه الناس بتسال عن النادي الاهلي، ليه حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي؟ وبالنقاط النادي الاهلي 78 نقطه، ده تقييم مش يعني، او ده نقاط، تقييم بالنقاط او تصنيف بالنقاط. مين اللي مطلعه؟ الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الكاف. فبالتالي يا جماعة ما ينفعش تقارن حد انت ضعفه، او تتقارن بحد انت ضعفه. عموما ملف هنناقشه كاملا مع ضيوفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. لكن النهاردة لما نيجي نتكلم عن واحد من نجومنا الكبار، واحد من مواهبنا العظيمة في النادي الاهلي، هنيجي نتكلم عن اليو ديانج. اليو ديانج تحسه مناسب للنادي الاهلي، تحسه هو بتاع النادي الاهلي خلاص، يعني ارتبط اسمه بكيان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ارتبط بيه. بالمناسبه ديانج اللي بدا مشواره مع نادي دي جوليبا المالي قبل الانتقال الى نادي مولوديه الجزائر، ثم انتقل للنادي الاهلي في 2019. ديانج مش بس لاعب موهوب، قبل بس ما اكمل مع حضراتكم، انا وانا بتفرج على ديانج وهو بيتكلم في الموقع الرسمي للنادي الاهلي، تكلم عن ان والده ووالدته ما كانوش، او عيلته يعني او اسرته، ما كانوش عايزينه يلعب كوره، كانوا عايزينه يبقى اكتر في الدراسه. احنا كابهات دايما بنبقى عايزين ولادنا يعني يبقوا في المدرسه اهم حاجه، لان الكوره مش مضمونه زي ما حضراتكم عارفين. ولكن ايه المشكلة لما يكون اللاعب او يكون الولد من دول بيلعب رياضة كرة قدم، وانت كأب او كأم هتشوف ان هو عنده، او هتشوف ان هو عنده الموهبة اللي تخليه يقدر يكمل ولا لا، فتقدر تقف معاه وتساعده وتسنده، لانه بدون مساندة الأسرة صدقوني الموضوع هيبقى صعب جدا 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 على اي حد عايز يلعب كرة قدم ويكون كمان بيدرس كويس. عندنا أمثلة كثيرة في مثل هذا الأمر، عندنا أمثلة تقدر تتكلم عليها لما تيجي تتكلم عن واحد زي وائل جمعة. وائل معاه أداب إنجليزي، يعني الراجل
عنده شهادة عالية، وفي نفس الوقت واحد من اللاعبين اللي وصلوا لأعلى المستويات سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي. فممكن هي بتبقى صعبة، وفي مرحلة الكلية الموضوع بيبقى صعب شوية، لكن في النهاية أنت بتقدر أو تحاول كأسرة يعني أن أنت تقف مع ابنك أن هو يقدر يدرس كويس ولكن يلعب كرة أيضا، لأن الرياضة بتبعدك عن حاجات كتيرة جدا. فديانج مش بس لاعب موهوب الحقيقة ومهم وصاحب جهد عالي جوه الملعب، ولا الحقيقة ده كمان قدوة لأي لاعب صغير، وده الأهم بالنسبة لأليو ديانج. ديانج واحد من أكثر اللاعبين الملتزمة اللي حضرتك ممكن تشوفها في حياتك. ديانج عاشق للنادي الأهلي، وإحنا كمان بنحبه بسبب إخلاصه وانتمائه للكيان. التدليس والكذب أصبح عملة موجودة في كتير من أمور كتيرة جدا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت. فأنا الحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع، وحابب أن أنا ألفت انتباه جمهورنا، جمهور النادي الأهلي العظيم، وهو أو هذا الموضوع هو مثير الفتنة في الوسط الرياضي. يعني دايما بتلاقي بعض الأشخاص أو شخص معين معروف لكل الناس، دائما عندما يتحدث بكل ما هو ضد النادي الأهلي بإشاعات وشائعات وأكاذيب، دائما من أجل إثارة الفتنة ضد النادي الأهلي. آخر حاجة اتقالت مثلا في هذا الأمر، واتقالت من كذا حد الحقيقة، أصل لائحة مباراة السوبر للموسم القادم اتغيرت، لأنه أصبحت بيلعب بطل الدوري مع تاني الكاس في حال فوز فريق واحد بالبطولتين، بدل ما يلعب مع بطل الدوري مع تاني الدوري. واتقال ايضا ان الموضوع ده اتعمل عشان خاطر النادي الاهلي طلع تالت في الدوري وبكده يكون عنده فرصه في الكاس. تاليف واخراج هؤلاء الاشخاص. وبعدين يرجع يقول لك اصله قناه، وبعدين لما بنردش او لو ما بنسكت بتلاقي الناس تقول لك ايه يا جماعه انتوا ضعف. مفيش ضعف ولا حاجه يا جماعه، بس في كلام بيتقال. الحمد لله والشكر لله أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو الأستاذ عامر حسين قالها صراحة. هو رد، مش محتاج أن أنا أطلع رد في مثل هذه الأمور، لأن الحاج عامر قال لك إيه؟ قال لك مفيش تغيير يا جماعة، لأنه الموضوع كان في السوبر قبل الأخير، النادي الأهلي لاعب طلائع الجيش لأنه تاني الكاس، وكان الأهلي فاز بالدوري والكاس. فالموضوع واضح وصريح، ومش اسلام اللي بيقول او بيرد على هذا الامر، لا يا فندم، ده اللي بيرد على هذا الامر عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري لكره القدم، واللي بيخدم ال 18 نادي مش بيخدم النادي الاهلي. وقبل هذا الامر الحقيقه برضه تصدر كده جواب، لما تفتكروا حتى احنا طلعنا اتكلمنا عنه هنا، خطاب مزور الحقيقه يقول لك ان النادي الاهلي اعترض على لعب نادي الزمالك قبل مباراه السوبر بالزي الأزرق في مباراة السوبر، لو تفتكروا يعني. وأنا حتى قلت لحضراتكم يعني الجواب اللي كان موجود ده ممضي من مين؟ القائم بأعمال المدير التنفيذي دكتور سعد شلبي. هو دكتور سعد شلبي، احنا ما عندناش قائم بأعمال المدير التنفيذي، لو تفتكروا الأمر ده وأنا رديت عليكم. وفي الوقت ده تحديدا الناس دي أجزمت وقالت إن يا جماعة الجواب ده أهو، والجواب ده صحيح، وطلعوا بيه على سوشيال ميديا وطلعوا فيه في برامجهم. في الاخر ما هو يعني اولا طبعا هو جواب غير صحيح، لكن نادي الزمالك لعب بالازرق، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ ازرق ابيض، اي لون تاني غير الاحمر مش هيفرق معايا. الاهلي كسب. الموضوع بسيط جدا، انا ما عنديش اي مشكله مع حد، ولكن يا جماعة من فضل حضراتكم احنا داخلين على وضع صعب جدا وامور صعبة جدا خلال الفترة اللي جاية، نفسنا ان حالة التعصب اللي موجودة دي تهدى شوية. لو تفتكروا برضو قبل مباراة الاهلي والترجي في 2018 كان هناك اثارة للفتنة لجمهور الترجي، وتم نشر خطاب بيقول انه
شيك من الاهلي يعني للحكم اللي ادار لقاء الذهاب، وطبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحه، ما يصحش يا جماعه الكلام ده، لازم يكون هناك رؤيه افضل من كده، يجب ان يكون هناك. وانت بتيجي تتكلم مع الناس لازم تتكلم بمنتهى الصدق، عايزين نبعد عن اثاره الفتن. انا بحذر كل جمهور النادي الاهلي من هؤلاء الاشخاص، مثل هؤلاء الاشخاص مش من المفترض ان احنا نبص لهم ولا نتفرج عليهم، لانه بالفعل حتى انا بقول للجمهور اللي بيتابع هؤلاء الاشخاص، يا جماعه من فضل حضراتكم خلي بالكم من الكلام اللي بيتقال، احنا ورينا لحضراتكم 5 6 مرات ان في ناس بتطلع بتقول كلام كذب وتدليس لمجرد ان هو ياخد لايكات، او ما اعرفش الحقيقه هو بيفكر او الناس دي بتفكر ازاي في هذا الامر. ورينا لحضراتكم ان الكلام اللي بيتقال ده كذب في كذب في كذب. بعدين يعني في امور كتيره جدا الواحد يتكلم، ممكن نتكلم فيها مع حضراتكم، لكن في النهايه لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم او بنحاول على قد ما نقدر ان احنا دايما نتكلم بالصدق، او مش بنحاول، ده هذه هي الحقيقه. فخلي بال حضراتكم من اللي بيحصل، لانه انا اللي يهمني ان النادي الاهلي يفضل ماشي بهذا الشكل، انا اللي يهمني ان بعد عوده الدوري ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في كل المباريات، اتمنى طبعا ان يفوز النادي الاهلي في كل المباريات القادمه، لانه انا بالنسبه لي فوز النادي الاهلي هو فرحه ل 70 80 72 مليون اهلاوي بناء على اخر احصائيه، او يمكن 74 مثلا. فانا بالنسبه لي يهمني ان انا 74 75 مليون اهلاوي يكونوا فرحانين ومبسوطين، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن كل هذه الامور اللي بيحاول البعض ان يقحم جمهور النادي الاهلي فيها. وتيجي عند ناس معينه لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وتيجي عند برامج معينه لا ارى لا اسمع لا اتكلم. انا قلت لحضراتكم امبارح عملنا تقرير عن تاريخ قناة النادي الأهلي 6/8/2008، الحمد لله والشكر لله من هذا التاريخ وحتى الآن كل الأمور زي الفل، ما عنديش مشكلة إن مراتي أو والدتي أو أختي أو أخويا أو ولادي الصغيرين يقعدوا يتفرجوا على قناة الأهلي من 2008، أنا مش بتكلم دلوقتي كمان، من 2008 لغاية دلوقتي. ففي ناس بتشوف حاجات وتبص الناحية التانية تقول لك يا عمي، تقوم جاية بص الناحية التانية، لكن ان انت تتكلم بواقعية وبمنطقية وتقول ان في حصل كذا وكذا وكذا وما يصحش، في ناس بتتكلم وفي ناس الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم تقوم جاية بص الناحية التانية كده وتتكلم تقول لك اصله الاهلي عنده مشاكل في تجديد العقود، وبعدين يرجع يوجه اللوم لقناة الأهلي. والله مش هو ده اللي بحضراتكم بتسمعوه دايما خلال الفترة الأخيرة؟ أتمنى إن حضراتكم، أنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي واخد باله من هذه الأمور، ولكن أتمنى من كل الجمهور المصري إن هو ياخد باله. حب اللي أنت عايز تحبه ولكن بدون كذب وتدليس. بدون كذب وتدليس. 3 4 5 مواضيع اتكلمت فيها مع حضراتكم ووريتكم قد ايه الناس دي بتكذب. اتمنى ان احنا ناخد بالنا من مثل هذه الامور. اخر موضوع عايز اتكلم فيه قبل ما اطلع فاصل واشوف الاخبار. النهارده رابطه الانديه قررت منع عدد من جماهير النادي الاهلي من دخول الملاعب لمباراتين. هايل. شوف انا بقول ايه، بقول هايل، وكويس جدا ان حضراتكم بتطبقوا القانون من وجهه نظركم او بتطبقوا اللائحه من وجهه نظركم، ولكن هل بيتم تطبيق اللائحه على 18 نادي او على جمهور 18 نادي ولا على جمهور نادي الاهلي؟ انا مبسوط حضرتك اهو، انا داخل قناه النادي الاهلي وبقول انا مبسوط من تطبيق اللائحه، ولكن اتمنى ان يكون هناك تطبيق للائحه على كل الأندية مش على نادي واحد.
هو حضرتك مش شايف الاعداد اللي بتعتبر 3 أضعاف الرقم المسموح به؟ هو ليه حضرتك ما سالتش مخرج المباراه وما بيجيبش الصوره كامله ليه؟ انا عندي فيديوهات بالمناسبه ممكن ازيحها. بعيدا عن كل ده، هو مش حضرتك عندك مراقبين ولا مش بيسجلوا حاجه الا في مباريات معينه؟ فهو حضرتك، انا ما اعرفش، هو بيقول لك تم ايقاف جمهور النادي الاهلي بسبب الشتيمه الجماعيه حاجه كده. طيب انا الحقيقه ما سمعتش هذا الامر، ولكن وطبعا ما جاش في التلفزيون، لكن من الواضح ان انت عندك ناس قاعده في هذا الامر، وانا بكلم هنا الرابطه اللي انا دايما بشيد بيها في هذا البرنامج، دايما بشيد بالرابطه. ولكن يا فندم، هو حضرتك ما بتاخدش بالك من كل الانديه بتعمل ايه في بعض؟ ولا بس حضرتك ما بتشوفش الا كل ما هو احمر؟ الحقيقه هو قرار غريب. انا شخصيا، وخلي بال حضراتكم اللي انا بقوله ده، ده مسؤوليتنا هنا في البيت الكبير، لكن انا اتقبل هذا الامر لو حضرتك اصدرت باقي العقوبات. وهتلاقيني بطلع اقول لجمهورنا يا جمهور النادي الاهلي احنا غلطنا ونستحق العقاب، ولكن ازاي اطلع اقول لجمهوري احنا نستحق العقاب وحضرتك ما بتعاقبش حد تاني او انديه اخرى او جمهور انديه اخرى؟ فالحقيقه انا شخصيا عندي مشكله كبيره جدا في هذا القرار. العداله مطلوبه، مش حضرتك تبص بعين واحده بس، عين تبص على التيشيرت الاحمر فقط والعين التانيه مقفوله. فاتمنى ان يكون هناك عداله حتى في العقوبات. وصدقني أنا سعيد ومبسوط بأن حضرتك بتطبق اللائحة، ولكن طبق اللائحة على 18 نادي مش على نادي واحد. أنا الحقيقة برضو مش عارف إيه اللي ممكن يحصل في هذا الأمر، ولكن في النهاية أنا بس حبيت أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل، أو وجهة نظري، وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير فيما يخص منع عدد من الجمهور أو من جماهير النادي الأهلي لمباراتين قادمتين من الدخول إلى ملعب المباراة. أنا عندي حاجة سلبية مهمة جدا، عايزين نخليها بعد الفاصل ولا دلوقتي؟ معانا. طيب. هي حاجة سلبية جدا، أتمنى أن تنتهي. برضو أتمنى أن هي تنتهي. كلنا تابعنا الحقيقة خروج منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 من تصفيات أمم إفريقيا في الجزائر، ما صعدناش. تخيل حضرتك مصر، أيوة مصر، لم تصعد لكأس الأمم الإفريقية. طبعا ضاع حلم الصعود لكأس العالم بعد الخسارة النهاردة من المغرب. عارف يعني إيه إن حلم كأس العالم اتحطم لجيل فيه مواهب كويسة ومبشرة؟ ولكن للأسف، للأسف الشديد، اتحاد كرة القدم انشغل عن هذا المنتخب وما جهزش المنتخب ده كويس. منتخب راح يلعب بدون اي اعداد جيد واحتكاك لاي لفرق، يعني اللي لان هذا المنتخب فيه مواهب قادره على التواجد. هتقول لي اصله لم يتم تعيين المدير الفني الا من اللجنه الثلاثيه. طب حضرتك جيت وكان عندك وقت تقدر تغير، لكن عندنا مجموعه من اللاعبين تستحق العنايه والاهتمام من اتحاد كرة القدم المصري. عمر سيد معوض، أحمد عبدون، حسام عادل، إبراهيم عادل، عمر خضر، أيمن عبد العزيز. أنت بتقول أمير أيمن عبد العزيز أو أيمن أمير عبد العزيز وبقية اللاعبين ومحمد نبيه وغيرهم. أنت بتتكلم على لعيبة الزمالك؟ أيوه يا فندم، أنا بتكلم على كل اللاعبين اللي يستحقوا الاهتمام في هذا المنتخب. ولكن فشل ذريع كالعادة. إيه اللي هيحصل؟ الخبر العادي اللي حضراتكم كلنا بنسمعه، يقول لك إيه؟ تسريح منتخب مصر بعد الهزيمة من المغرب وإقالة الجهاز الفني، واقفل الملف ده وارمي واللي بعده، خش على المنتخب بقى بتاع الشباب 2003 يا عالم إيه اللي هيحصل معاهم. قبل ما أكمل هذا الأمر،
خلينا نروح للنجم الكبير كابتن سعيد الشيشيني. كابتن سعيد الشيشيني واحد من النجوم الكبيرة جدا في عالم كرة القدم، وهو رجل متخصص في هذه الأمور في الناشئين تحديدا، أو في قطاعات الناشئين تحديدا. يا كابتن سعيد، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا كابتن إسلام. أخبار حضرتك إيه يا كابتن؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. طب الحمد لله. النهاردة أكيد حضرتك متابع لمنتخب مصر للناشئين وخروجه بعد الهزيمة من المغرب، من قبلها الحقيقة الهزيمة في أولى المباريات أمام ليبيا، ثم الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، ثم الهزيمة من المغرب 2-1 النهاردة، وبالتالي عدم الصعود لكأس الأمم الإفريقية، وبالتالي عدم الصعود لكأس العالم. إيه رأي حضرتك يا كابتن؟ كابتن اسلام، تحب نتكلم بصراحه او اتمنى ان انا حضرتك تتكلم بصراحه، وانا لن اعوق حضرتك في اي حاجه، قول اللي حضرتك عايزه. ماشي يا كابتن. اولا انا حزين من اللي شفته اليوم، وخلي بالك ده متوقع. نعم. نقول الاسباب كتيره جدا. اولا اللاعبين بيفتقدوا الى المهارات الاساسيه اللي انا بنادي بيها باستمرار. ايوه يا فندم. ثانيا مفيش جمل بتتعمل اللي بنروح بيها للملعب الخصم بتروح ملعب الخصم بالصدفة. ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا، تقارب الخطوط غير موجود في الملعب. كابتن، هو ده مدرب ولا لاعبين؟ يعني بص يا كابتن، اتفضل. هي حاجة يعني زي ما تقول متراكمة على بعضها. كده أولا أنا قلت قبل كده لابد من استفادة من أصحاب الخبرات في تعليم اللاعبين المهارات الأساسية. نعم. وبعدين خلينا نتكلم برضو بصراحة ووضوح. أيوه. فين الفرق أو فين الأندية اللي عندها الملاعب اللي بتدرب اللعيبة؟ فين؟ أنت عندك ناديين أو ثلاثة أو أربعة بالكتير أوي في مصر اللي بيدربوا اللعيبة. على سبيل المثال، انت دلوقتي لو رحت اي نادي بتلاقي مثلا 2003 على سبيل المثال، يعني 2003 بيتمرن من الساعة مثلا 2 ل 3، بينزل بعديه من 2004 مثلا من 3 ل 4، والفرقة اللي بعديها من 4 ل 5، يعني عندك ساعة بتتمرنها. هتعلم اللعيب ازاي المهارات الأساسية؟ ده الراجل اللي كان ماسك المنتخب قبل كده قال لك اللعيبة بيفتقدوا للمهارات الاساسيه. ده مين؟ ده اللعيبه الكبار. ايوه. الكبار اللي هم بتوع منتخب مصر دلوقتي. انت بتتفرج على مباراه دلوقتي ومش عارف ايه اللي هيحصل. هل في جمل؟ يا راجل ده الفرق ليبيا سبقتنا، تونس سبقتنا، المغرب سبقتنا، وبعدين انت دلوقتي اللي عندك اللعيبه دي الاساس اللي انت بتقول عليهم انهم بعد 3 4 سنين هيبقوا نواه لمنتخب مصر. انت شفت مين؟ انت دلوقتي حضرتك هو حضرتك في 3 4 5 بالكتير قوي، بالكتير مظبوط. فين الباقي؟ انت عارف يا كابتن، يعني انا لما جيت اتكلم النهارده بعد ما شفت هزيمه المنتخب امام المنتخب المغربي، سالت في امور كثيره جدا عشان افهم ايه اللي بيحصل يا جماعه. اتقال لي كده، هقول لحضرتك واقعه، واعتقد ان حضرتك برضو يعني اكيد عارف الموضوع ده كويس. الكابتن محمد وهبه اللي هو المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من نادي معين بعض اللاعبين. ايوه. خلاص؟ ايوه. النادي ده رفض يودي اللاعبين لكابتن محمد وهبه. ليه يا كابتن؟ خاف من الكشف اللي بيبين السن، تزويل اعمار اللاعبين. السن، السن اللي هو التسنين يعني. ايوه ايوه. تخيل يا كابتن سعيد. يا كابتن دي حقيقه. اه. طب انت دلوقتي اتحاد الكوره، انا كنت ماسك رئيس قطاع الناشئين قبل كده، مظبوط، اتحاد الكوره بيقول لك ايه؟ لازم تعمل الكشف اللي هو بيحدد السن. مظبوط. خلينا نتكلم مع بعض بصراحه. اتفضل. انا دلوقتي لما كنت ماسك قطاع الناشئين جبت حوالي بتاع 12 15 لاعب عملت لهم كشف السن. ماشي. ايوه. ليه؟ لان نقول مثلا المقاولين العرب عندها المركز الطبي وبتكشف على اللعيبه والى حد ما. أيوة. بيبقى مخفض شويه. ماشي. طيب. المقاولين العرب طبعا، وعلى وبرضه يقيس على كده مثلا الاهلي، الزمالك، انبي، الانديه الكبيره. طب انديه الصعيد صحيح، لما اللعيب يجي له بتعمل عليه كشف بيكلفك مثلا 10 12 الف جنيه. فين الانديه اللي في بحري والصعيد اللي بتعمل كشف السن على اللعيبه؟ فين؟ راخر لما كنت تيجي تلعب
فرقه في الصعيد او بحري تلاقي الناس لا مؤاخذه بشنبات، طيب يقول لك مثلا كابتن تحت 15 سنه، تحت 16 سنه. طب هتعمل ايه عشان صحيح تعترض صحيح وتقول طب وبعدين انت لما بتعترض على عشان تعترض ويجي لك بعد مثلا طيب شهر ولا شهرين يكون العمليات كابتن نجحت. سعيد معلش عشان انضم لنا ايضا واحد من الاسماء الكبيره جدا، كابتن سعيد خليك معايا يعني ما تقفلش لو سمحت، ماشي لانه يا كابتن. مهم جدا ان حضرتك تبقى موجود. ايضا انضم لنا اسم كبير من الاسماء اللي ليها باع طويل جدا في قطاعات الناشئين، يعني مؤخرا الحقيقه او من اقل من سنه تقريبا كان في قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري الكابتن الكبير، دلوقتي طبعا رجع لبيته نادي امبي، الكابتن الكبير الكابتن امام محمدين. يا كابتن امام ازي حضرتك؟ ويعني احنا طبعا اسفين ان احنا جايبينك في حاجه سلبيه، لانه النهارده بعد اداء منتخبنا الوطني ل 2006 للناشئين جالنا حاله احباط كبيره جدا يا كابتن امام. الو كابتن سامح امام. حضرتك كابتن اسلام، بمس على حضرتك وعلى كل مشاهدينك في قناة الأهلي. نعم الحقيقة صدمة كبيرة قوي، بس خد بالك الحقيقة كانت متوقعة، يعني مش ما كانتش مش متوقعة. أولا إحنا يعني هاخدك بس بسهولة كده، السن الزوجي عندنا في مصر لأول مرة في تاريخ الرياضة في أفريقيا يتم تنظيم مسابقات لشمال افريقيا. كانت المسابقات دي دايما يا كابتن اسلام بيحصل تصفيه دورين مع فريق افريقي، وفي الغالب كنا بنطلع. يعني لا بنطلع ده لو بنصعد يعني ولا لا؟ بنصعد ما يعني. بنوصلش ما بنوصلش ما بنوصلش. اوكي. فانت النهارده لعبت في المنطقه الشماليه في افريقيا اللي هي متجانسه معاك في السن، لا زيك، ما فيهاش تزوير، ما فيهاش قامات افريقيه زي كوت ديفوار كنيجيريا كغانا الى اخره. ما عندكش حجه يعني من الاخر. احنا في السن الزوجي ده الحقيقه على مدى تاريخنا مش ناجحين غير في منتخب واحد، لكن لما تيجي تمسك منتخبات الناشئين في السن ده بيحصل فشل ذريع دايما. كنا بالنادي ان احنا نخلينا فرد، يكون بقى ان انت في العصر الجديد ومع المنظومه الجديده ومع الشفافيه اللي بنشتغل فيها، فمصر دوله كبيره ما ينفعش تعتذر عن اي بطولات. نعم. تعال نشوف بقى فرقه 2006 دي وتكوينها. وهاخدك لمنطقه سهله قوي وبسيطه قوي، شهر مارس وشهر اغسطس اللي فات. ايوه. احنا في مارس لاعبين نفس الفرق دي ومتفوقين عليها كلها في بطوله شمال افريقيا. ياه. يعني انت كسبان المغرب دي 2-4، تونس، ليبيا. ايوه. ايه اللي حصل بقى من الوقت ده لغايه دلوقتي؟ وفي اغسطس رحت لعبت بطولة العرب فشلت فيها. يعني انت شايف الفرق دي وعارفها فنيا. صحيح. انا هاخد من كلامك كابتن سعيد من غير يعني حتة ان مفيش جمل ومفيش، لا هو مفيش اسلوب لعب يعني. يعني يا كابتن اسلام انت لما بتيجي تشوف اهلي او زمالك او اي اسماء من الاسماء الكبيرة، كل فريق بيبقى ليه سيستم لعب انت تقدر تحفظه. صحيح. رغم اعترافي بالكلمة اللي حضرتك قلتها انه الجيل ده فيه مواهب كتير. صحيح. واللي قاعدين بره احسن من اللي جوه خد بالك. لكن هو ما تمش الاشراف عليه وتصحيح اوضاعه بدري. يعني انت سايب الحبل ماشي وهو ناجح والدنيا ماشيه هنا، تعال نعمل في افريقيا فتجامل حد من مش عارف من السعوديه عشان تطلع تلعب لك ماتشين. لا في مجاملات كبيره جدا داخل المنتخب مش في حينها، وانا كنت يمكن رافض مداخلات في فتره سابقه لان ما ينفعش في اول ماتش في ليبيا تحبط وتقول كلام سلبي. ايوه. لكن احنا محتاجين تنظيم كبير قوي يا كابتن. دي واحد. طيب. اثنين الطاقم الفني. فضل. اللي بيدير منتخب بحجم مصر. الثلاثه دول ما اشتغلوش حاجه في ناشئين. برافو عليك. انا يعني ما صراحه مني. أنا صراحه يا كابتن النهارده بص على منتخبات نادي المقاولين ونادي الاهلي ونادي انبي ونادي دجله وانديه كبيره جدا عامله باع طويل جدا في الناشئين. برافو عليك يا كابتن امام. انت عارف انا النهارده كنت مستني ان حضرتك او كابتن سعيد تتكلموا في هذا الامر، لانه في النهايه انا لما اجيب مدير فني وجهه نظري انا ما اعرفش، وحضراتكم يعني كابتن امام او كابتن سعيد الحقيقه يعني اسماء كبيره جدا في عالم الناشئين وقطاعات الناشئين، وياما عملوا حاجات كتيره وياما طلعوا ناشئين كتيره سواء لامبي او للمقاولين، والكابتن امام برضه للاتحاد، لكن انا كنت اتمنى ان يكون هناك مدير فني
اشتغل مع الناشئين، اتعصر مع الناشئين شويه علشان نقدر نحكم عليه. كابتن محمد وهبه مدير فني جيد ومعروف ان اسمه كويس يعني في، لكن في النهايه كابتن سعيد معلش ارجع لحضرتك مره اخرى معاك يا كابتن، لكن هل حضرتك شايف ان المستقبل مظلم؟ يعني الخبر اللي حضرتك هتقراه وانا هقراه وكابتن امام هيقراه اللي هو ايه؟ تسريح لعيبه المنتخب واقاله الجهاز الفني وشكرا، هل الموضوع انتهى كده؟ بص يا كابتن، احنا للاسف الشديد احنا شعب عاطفي. للاسف الشديد. نعم. يعني انا النهارده وانا بتفرج على المباراه انا ما عجبنيش التعليق، المعلق عمال يتكلم في ان السبب. نعم. شفت الحكم، شفت الوقت، شفت اللعيبه، طب ما تشوف الاخطاء اللي عندك. ايوه. وبعدين احنا نخرج، اول ما نخرج من البطوله بتتنسي خالص. ما بنعالجش بقى الاخطاء اللي حصلت. أيوة. او نقول السبب ايه. انا مش، انا زي ما قلت لحضرتك ايه، انا بتكلم بصراحه. نعم. احنا بنيجي بعد كل بطوله لابد من محاكمه الفرقه دي، لابد من محاكمه. طب حكمناها يا كابتن وبعدين؟ ولا بيحصل ولا بيحصل حاجه وخالص. وللاسف الشديد بتيجي النتيجه بيحملوها لمين بقى؟ الجهاز الفني يروح مغيرين. ايوه بس هو كابتن امام قال كلمه كويسه جدا. انا الحقيقه زي ما بقول لحضرتك النهارده لما كنت بشوف الموضوع هتكلم فيه ازاي، اول حاجه جات لي هو سالت على الكابتن وهبه وشفت تاريخ الكابتن وهبه، هل مسك حاجه في الناشئين قبل كده؟ يعني خلينا اروح بقى الكابتن امام مره اخرى. كابتن امام انا عندي 2003 خلاص، 2006 يعني خلاص الموضوع انتهى، وزي ما قلت لحضرتك هتقرا خبر كده بكره او النهارده اتكتب الخبر تسريح وشكرا والموضوع انتهى. طب انا عندي 2003، هل ممكن نلحق في حاجه 2003 ولا هيبقى بنفس الشكل كده؟ 2003 يا كابتن اسلام البطوله مقامه على ملعبنا. حلو جدا. وهي جيل فيها لعيبه كتيره كويسه جدا. تمام. منهم اكتر من 8 9 بيلعبوا في الدوري الممتاز وليهم اسمائهم. يعني مثلا هتلاقي مثلا في اللاين فيرول مهاجم من الاهلي، من دجله، من فاركو، لعيبه كبيره. احمد شريف ده 2003. نعم. في انبي بدا يشرك 3 4 لعيبه، النادي الاهلي بدا يهتم باثنين ثلاثه بيصعدوا متمرنوا فوق. صحيح. اقصد اقول الجيل ده قوي جدا. حلو. الفلسفه يا كابتن اسلام في تحضير هذا الجيل، حضرتك نجم ولعبت كوره، في مدرب اثر في مسارك وانت بتلعب. طبعا. وعظم دورك في المركز. حقيقي. والبوزيشن اللي تلعب فيه. حقيقي. خلاك بالقيمه الفنيه اللي انت فيها دي. حقيقي. انا النهارده بتتفرج مثلا على جناحين كويسين قوي، عمر خضر احدى اللعيبه المنتقله من الزمالك لزد بمبلغ كبير قوي. المشكله. حقيقي. انه اللعيبه دي اتنقلت بمبالغ يا كابتن اسلام مش مستحيل حد يقبلها، اللي ب 5 مليون ولسه عايز 16 سنه. فأنا مش شايف الجانب التدريبي، مع احترامي الوهبة زميل وأخ وكل الكلام ده، هو واللي وراه كابتن مؤمن عبد الغفار أو اسمه بقية أخر. الجهاز الفني يعني مش في المستوى القوي جدا إن أنا أشوف منتخب مصر سن، رغم إنه دي أقل بطولة نشارك فيها في السن الزوجي الصغيرين. يعني لو أنت خدت جيل 98 بتاع الدكتور جمال محمد علي. إحنا لعبنا مباراة فزنا فيها، لعبنا الدور الثاني اللي وصلك أفريقيا مع جنوب أفريقيا، خسرنا هنا رغم ان الجيل ده ضخم جدا. نفس الكيس في جيل 94 بتاع كهربا وتريزيجيه ومجموعه رهيبه من اللعيبه. نعم. ورحنا بنطلع رابع في مجموعتنا وبنخرج بره السياق. فاقصد اقول لك يعني اللي خلاك تحضر منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول باجانب، ليه ما ناخدش اتنين من اللي بيشتغلوا في الفيلد ده في المرحله السنيه دي وشاطرين في الجانب ده، ونجيب لهم مدير فني اجنبي؟ يعني انت ما جبتش كوب نجح جيل 2000 جيل 89 ولاعيبه كاس عالم هنا بشكل كويس وكمل مع ربيع وبعدين تكمل معاه هاني رمزي والصيفي لو افتكر يعني. ايوه. فاحنا يعني بلاش مش عايز اقول نعمل ريسك في الناشئين بتوع مصر. طيب ما انت يعني ما ينفعش مثلا تقول لي شوي غريبه والاسماء الكبيره تنزل تمسك منتخب 16 سنه، هم مش شايفينها كبيره عليهم. امسك فريق اول. طيب. رغم ان اعظم المدربين في العالم هم اللي بيمسكوا البراءة. هم اللي بيمسكوا البراءة. صحيح. كلام مهم جدا الحقيقه يا كابتن امام. كابتن سعيد اخيرا لو حضرتك حابب تقول حل او حاجه لمثل هذه الامر، يعني هل بالفعل انتهى هذا الجيل من مصر ونبتدي نفكر في الاجيال القادمه؟ هي يا كابتن. هي احنا من امتى بنفكر في معالجه الفشل؟
يعني على راي الكابتن امام ما نفس القصه. انت عايز ناس، انت دلوقتي للاسف الشديد الناس الكبيره اللي المفروض بتستفيد منها ما بتعملش معاهم حاجه خالص، بترميهم على جنب وتقول بقى نطلع جيل من المدربين الشباب وبتاع. طب ما تستعين بالخبرات معاهم. انت دلوقتي بتجيب مدرب اجنبي وبتجيب معاه مدربين مصريين، طب ما انت عندك المدربين المصريين اللي هم اصحاب الخبره الكبيره، طب ما تشغلهم مع الناس دي برضو اشراف عليهم. انا مش هقول تجيب مدرب اجنبي، اشراف على المدربين الصغيرين اللي انت بتطلعهم دول. ايه العيب؟ انا مش فاهم لا عيب. انت دلوقتي في الانديه، وبعدين عايزين نتكلم اساسا يا كابتن زي ما قلت لك بالصراحه، انت الانديه دلوقتي اللي بتدرب الناشئين الصغيرين بيجيب اي مدرب كده وتقول له امسك الفرقه دي وامسك الفرقه دي وامسك. فالاساس، الاساس اللي انت بتحط عليه الهدف اللي انت عايزه الاساس فاشل. طب انت هتطلع لعيب ازاي؟ يعني انت دلوقتي لما تقول اربعه خمسه بتاع هيجي واحد يقول لك ايه الحمد لله طلعنا ثلاث اربع لعيبه من المنتخب. أيوه. أيوه. طب هو ده الهدف؟ هو ده الهدف؟ الهدف دلوقتي ان انت بتقول انا عندي منتخب، انما انت دلوقتي بتيجي بتعزو بقى الفشل، بتقول ايه انا عندي ثلاث اربع لعيبه الحمد لله طلعنا بيه. طب وبعدين فين سمعه مصر من الخروج؟ انا مش هقول بقى يعني معلش انا بقول غير المشرف. لا طبعا هو خروج غير مشرف، لا غير المشرف صحيح، انا بقولها بصراحه. طيب. ووضوح، انت دلوقتي بتطلع بشكل غير مشرف. طيب اخيرا بقى عن الاسباب وشوف اسباب القصور ايه وعالجه. طيب. اخيرا كابتن امام برضو، واسال برضو حضراتكم كابتن امام، هو هل من الممكن ان يكون للمدير الفني للاتحاد المصري دور؟ يعني هو طبعا احنا ما عندناش مدير فني، ودكتور جمال محمد علي خاص بالمدربين او اعتقد برخص التدريب او حاجه في هذا الشكل، لكن في النهايه احنا ما عندناش مدير فني. هل لو اتحاد كره القدم جاب مدير فني للاتحاد، هل من الممكن ان يكون له دور خلال الفتره اللي جايه؟ كلام جميل يا كابتن اسلام. طب ما هو دور المدير الفني في الاتحاد؟ وضع السياسات العامه لكل المنتخبات، يعني المتابعه والرقابه والاشراف كل حاجه، اختيار اللعيبه اللي فيها واختيار المدربين ومحسوبيه والعلاقات المشبوهه جوه المنتخبات واستغلال النفوذ في اوضاع غير جيده في اسم منتخب كبير اسمه منتخب مصر. كل دي امور لازم الناس تشوفها. احنا هنفضل نخاف نتكلم لامتى؟ ولما تتكلم الناس بتزعل منك. لا ده انت بتتكلم عن سمعه بلدك. عليه اشراف في مجالات كبيره، الناس كانت متدلعه في المنتخب. اللي بياخد ابنه مواليد 2007 يركب على لعيبه 2006 على اي اساس؟ لما يبقى عندك لعيبه مميزه في نص الملعب وبتنزلها ست دقائق وسبع دقائق لمصلحه ناس على ناس. يا كابتن اسلام مفيش شفافيه. وانا بقول لحضرتك دلوقتي جرس انذار من بدري. أيوة. وحضرتك قناه محترمه واعلام محترم، ربنا يخليك، يا ريت تقولوا المنتخب 2005 اللي فيه مجموعه من المتميزين في دجله وفي الاهلي وفي انبي وفي المقاولين وفي الاتحاد السكندري وفي انديه مصر جيل رهيب وجيل متميز، يا ريت نحط عينينا على اثنين مدربين من اللي بيديروا المساله دي مع اي مدير فني اجنبي. بلاش لعبه التوازنات في الاتحاد، نقعد في لجنه هات حته من الزمالك، هات حته من الاهلي، اديني حته من الاسماعيلي، دخلني على الترسانه. يا كابتن اسلام ما هي المؤهلات اللي بتضمن ان انا ابقى مدرب منتخب؟ صحيح. احنا عندنا ناس دكاتره في علوم التدريب بره النادي وبره الاتحاد. عندنا واحد زي عطيه السيد ده اللي ماسك سموحه قامه رياضيه كبيره جدا. قامه كبيره للدكتور عطيه السيد طبعا. صحيح. احنا ما بنستغلش الناس اللي ليها كلمه. او اللي ليها رأي. اللي ليه رأي. عايزين المسيسين اللي بيمشوا تبع مزاجنا ورغباتنا. وانا ما اعتقدش ان اتحاد الكوره بالقامات اللي فيه يقبلوا الاوضاع دي. لكن الفريق ضحك عليهم، المنتخب ده ادانا يعني زي ما انت قلت جمله جميله قوي. الفريق ده فيه مواهب عدى ما اتكررتش في جيل سابق. دي حقيقه. يعني انا لو بكلمك على جيل 94 مش هفتكر غير تريزيجيه وكهربا. لا الجيل ده فيه تاني. في مجموعه 98 انت بتتكلم في 10 12 لعيبه في اقل من 30 3 يبقى ممكن يبقوا قوام الفريق الاول لمنتخب مصر. ايوه بس لاسلوب ادارتهم، اللعيبه بتلعب على الكيف. عندك وينج ليفت بتاع زد اسمه عمر خضر اعتقد موهوب غير عادي، بس ده حاله لوحده يعني، ده مش شغال جماعي، ده شغال فرد في حته ثانيه. عشان تقول لي في جمل تكتيكيه او اسلوب لعب هجومي
او في حالات الدفاع احنا قابلنا اقل ثلاث فرق في افريقيا مع كامل احترامي. صحيح. انت الجزائر اللي منظمه دي انت اقل من الناحيه الفنيه، اقل من الناحيه الفنيه بكتير الحقيقه. بنتكلم في ايه؟ صحيح. وانت بتثير القضيه الناس بتزعل، ومش عشان وقعنا بنتكلم. لكن لا طبعا يا كابتن امام، وهنفضل نتكلم في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا كابتن امام على وجودك معانا، انا بشكر كابتن سعيد الشيشيني على وجوده معانا، شكرا جزيلا. انا حبيت بس اوري لجمهور مصر بالكامل ماذا يحدث مع منتخب مصر للناشئين، لان احنا عارفين او مش عارفين، انا متاكد مليون في الميه ان احنا هنلاقي الخبر. لو عندكم الخبر يا شباب، هو في خبر اتقال كده؟ انا ما اعرفش والله، لكن انا متاكد مليون في الميه ان في خبر اتقال تسريح اللاعبين واقاله الجهاز الفني، او تسريبات اتقالت النهارده. لو عندنا خبر منها والنبي هاتوها لي يا شباب بعد اذنكم. ف يعني هو ده اللي هيحصل، واقفل وخلاص، على الرغم من وجود مجموعه متميزه من اللاعبين. مش رايي، ده راي كابتن امام محمدين وكابتن سعيد الشيشيني. عموما نتمنى ان تنتهي مثل هذه الامور، لانه في النهايه سمعه بلدنا اهم من اي شيء. اخر حاجه بس او اخر خبر هتكلم فيه مع حضراتكم واستقبل ضيوفنا. دفعه 54 حربيه تصدر بيان ضد رئيس الزمالك بسبب تطاوله على اللواء زكريا سراج الدين. اصدرت الدفعه 54 حربيه بيانا رسميا تستنكر فيه ما حدث من تطاول من رئيس نادي الزمالك ضد المرحوم اللواء زكريا عبيد سراج الدين والد الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وشهدت الفترة الماضية تطاولا من رئيس الزمالك ضد محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة للنادي الأهلي الذي لجأ للهيئات القضائية للحصول على حقوقه كاملة. وقام رئيس الزمالك بنشر فيديو عبر قناته على اليوتيوب يحمل اتهامات ضد الراحل اللواء زكريا سراج الدين أحد أبطال القوات المسلحة ووالد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وفي بيان رسمي من الدفعة 54 حربية جاء كالتالي: تستنكر الدفعة 54 حربية ما يحدث من تطاول مرفوض يقوم به رئيس نادي الزمالك ضد أحد أبطالها اللواء زكريا عبيد سراج الدين. هذه الدفعة الاستثنائية التي انضمت إلى القوات المسلحة بعد أسبوع واحد من نكسة 67 حيث لبى شبابها حينها نداء الوطن، وهم من خيرة شباب الوطن فتركوا كلياتهم المدنية فداء لمصر. فداء لمصر وإيمانا بالحق وعزما على تحرير ترابها الغالي من دنس المحتل الغاشم. وكان المرحوم اللواء زكريا عبيد سراج الدين أحد أبطالها المتميزين الذين ضحوا بالغالي والرخيص، وخاض حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة بكل شجاعة وإقدام، ولم يتوانى لحظة مستعدا لتقديم روحه وحياته فداء للوطن الغالي حتى تحقق النصر الذي أدهش العالم لتفخر به مصر ويفخر به العالم العربي بأجمعه. والدفعة إذ تعتز بأبنائه بابنها السيدة اللواء زكريا عبيد سراج الدين تعترض بشدة على ما صدر من اعتداء لفظي ومعنوي قام به رئيس نادي الزمالك الذي كان حريا به أن يكون قدوة أخلاقية وإنسانية لأعضاء وجمهور وأبناء النادي الذي يترأسه. وتؤكد في ذات الوقت دعمها ووقوفها خلف أسرة المرحوم وابنه البار الدكتور محمد زكريا سراج الدين. ده كان توقيع الدفعة 54 حربية، وده بيان الدفعة 54. رحم الله اللواء زكريا سراج الدين أحد أبطال حرب أكتوبر. فاصل، وبعد هذا الفاصل دوري أبطال إفريقيا مهم جدا وكلام هام جدا فيما يخص دوري أبطال إفريقيا ومنتخبنا الوطني وبلجيكا وإيه اللي هيحصل مع بلجيكا. بعد الفاصل أحمد ثابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خليني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده جد بسلام. بارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايضا احمد ثابت. مش هتكلم يعني، بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ مش فاهم. انا بدات بكريم، عايز ايه؟ مبسوط عشان عليه 100 جنيه. اه صحيح، مبسوط قوي. طب ما تقول لنا المسابقه على الهواء. المسابقه نقولها للجمهور.
مين بس الجمهور بيدفع الجايزه 10000 جنيه بقى؟ لا جمهور الاهلي. هو مين اللي هيدفعها؟ هو جمهور الاهلي. لا ده جمهور الاهلي بيدفع، ما عندوش مشكله. انت اللي هتدفعها؟ انا كنت عامل لهم مسابقه. انت عامل لهم مسابقه بره؟ اه. ايه بقى؟ مين اكتر نادي في العالم عنده لعيبه في كاس العالم؟ هتشارك في كاس العالم. مين اكتر نادي في العالم عنده لعيبه في كاس العالم؟ اديني ثلاث اختيارات. ريال مدريد. ايوه. باريس سان جيرمان. ايوه. بايرن ميونخ. ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. طب الناس تجاوبينا في الكومنتس في الحلقه. جاوبوا لنا يا جماعه. طب احنا الهاشتاج كريم وثابت معاك. عايزهم قدامنا احمد ثابت. الفلوس لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما ينفعش يعني، لانه طبعا الناس بيبقى فيها ليها شروط معينه. لكن طبعا يعني احنا بنسمع برضو راي جمهور النادي الاهلي في هذا الامر. لكن الحقيقه قبل بس ما ابدا في اي حاجه وقبل ما نتكلم عن اي حاجه، ايه رايكم فيما حدث اليوم في منتخب الشباب؟ وانا قلت للشباب، انا والله العظيم ثلاثه ما قريت ولا كنت اعرف، ولكن انا قلت ايه في الانترو، قلت لهم يا جماعه انا اكيد مليون في الميه هيبقى في خبر نازل دلوقتي انه تسريح اللاعبين طب واقاله المدير الفني. فالحقيقه الشباب اجتهد في الدقيقتين الخمس ست دقايق بتوع الفاصل، ولو قالوا لي فعلا في خبر بالشكل ده فهاتوا لنا الخبر يا شباب. اهو ده من اخبار اليوم، الزميل اشرف عبد المنعم قايل تسريح منتخب الشباب القرار المنتظر من اتحاد كره القدم. كشف مصدر داخل اتحاد كره القدم مصير منتخب الشباب عقب كاس الامم والخروج منها. قال المصدر ان اتحاد كره سيقوم بتسريح منتخب الشباب وتقديم الشكر للاعبين والجهاز الفني، وخاصه ان المنتخب لن يكون مرتبط باي مسابقات اخرى. الحمد لله. ورينا اللي بعده اهو، ده هو حاجه ثانيه. فشل في التاهل لامم افريقيا، اتحاد الكرة يستقر على تسريح منتخب الشباب وتوجيه الشكر لجهازه الفني. طبيعي. يلا. فخبرين سرعة جدا، أنا ما كنتش أعرف إن هم نزلوا، لكن طبعا نزلوا. إحنا النهاردة اتفرجنا على ماتش مصر والمغرب، وبصراحة واضح جدا جدا فرق المستوى. يعني أوكي. حتى ربما تكون النتيجة مش كبيرة وقريبة، بس كل بيتفرج على المباراة حاسس إن في فجوة في المستوى. سمعت يعني في التعليق المباراه وكده بنتكلم على الفروقات البدنيه، لا لا بصراحه بقى دي مبررات بصراحه مع كامل احترام. يعني كابتن امام كمان قال لي كلمه كويسه جدا. قال لي ان في المنتخب ده لاعب تقريبا المنتخبات دي تاني في شهر مارس وكسبناهم. ايوه. ولاعب المنتخبات دي في اغسطس او في البطوله العربيه يعني ما كانتش الامور جيده. بالظبط. وبالتالي اكيد انت فاهم الناس دي. يعني انا في وجهه نظري، في وجهه نظر شخصيه يعني، إيه الاجيال الصغيره مهم جدا جدا وانت بتختار اللعيبه او قوام المنتخبات دي، يجب ان الايه الفرز يبقى افضل من كده. كل امان. النهارده شفنا يعني بعض المستويات. طبعا انا بصراحه رغم الهزيمه اثني للغايه على عمر سايب معه. يعني ربما هو فعلا نجم الفريق الاول، وعمر خضر برضه بصراحه، وعمر خضر بس عمر برضه سايب معه الامانه كان ظاهر. لا عمر هايل، ممتاز بصراحه طول الثلاث مباريات. لعيب ممتاز بصراحه. انما بصراحه بقيه المنتخب طبعا في كل احوال دي الرياضه وهارد لك وكل حاجه، بس احنا بنتكلم لصالح العالم عشان بس الناس فاهمه يعني ايه فريق خسر متاهلش وهيتسرح. ده مش هو بس هيتسرح يا كابتن اسلام، ده معناه ايه؟ كل ابناء الجيل ده شكرا انتهى الموضوع. شكرا. للاسف خلصنا جيل كامل. يعني ممكن مثلا بنقول احصائيه، يعني مثلا اكيد يتعدى عدد اللاعبين بالمئات وممكن نوصل للالاف في الفئه العمريه دي. فايه الدرس اللي اتمنى لمنتخبات الشباب والناشئين؟ فعلا يجب ان البدايه الاختيارات تبقى بعيده عن الصحوبيه، بعيده عن المجاملات، بعيده عن الاصدقاء، بعيده عن حاجات كتيره، لان ده جيل. صح. جيل كامل. يعني بصراحه المغرب بكل امانه دوله شقيقه، وفي الحته دي هم شطار. دايما 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 بنشوف منتخبات يعني 16 17 20 قبل المنتخب الاول بنلاقيهم مميزين جدا يا كابتن. طبعا اكيد المنتخبات الافريقيه برضو اسماء بيبقى فيها كبير، بس احنا مهم جدا ان احنا نفهم ان ممكن قرار اداري اتاخد بشكل مش سليم يضيع جيل كامل ويضيع فرص كامله. وبصراحه النهارده في المباراه شفنا مستويات في داخل الملعب لا ترتقي بكل امانه
لان اللاعبين يعني يمثلوا منتخب مصر. مش بنتكلم على نادي او بنتكلم على اكاديميه او بنتكلم على يعني مثلا ساعات بتحصل تدخلات عشان لاعب يلعب من 18 يلعب فريق اول، ده ممكن في الانديه وفي الاكاديميات، ان منتخب مصر يبقى ده بصراحه المستوى اللي احنا شفناه اعتقد كان صعب. اتفضل يا سيد. كفايه بصراحه مجاملات، بصراحه اخفاقات كتير كتير كتير، مفيش تخطيط. فين المدير الفني بتاع اتحاد الكوره اللي هو بيخطط؟ مفيش تخطيط، مفيش اي حاجه. يعني انت لو بصيت كده من اول 2022 يوم 6 فبراير، بحب اتكلم بالتواريخ، يوم 6 فبراير 2022 خساره نهائي كاس الامم الافريقيه لمنتخب مصر الاول، يوم 25 مارس 2022 منتخب مصر فشل في الصعود لكاس العالم قدام السنغال، 7 اغسطس 2022 يعني ده المنتخب الاول، 7 اغسطس 2022 خساره نهائي البطوله العربيه المواليد 2003 اللي هو المنتخب الشباب، 2 سبتمبر 2022 خساره منتخب الناشئين 2006 اللي هو خرجوا المنتخب ده من ربع نهائي البطوله العربيه. صحيح. 16 نوفمبر اللي هو النهارده منتخب الشباب اللي هو 2006 فشل في الوصول لكاس الامم الافريقيه وفشل في الوصول لكاس العالم. يعني يا جماعه بنخسر من ليبيا، هو في يعني ليبيا طبعا كامل الاحترام لليبيا، ولكن لا فنيا انت فنيا فنيا اقل يعني منا، فنيا اقل مننا، بنخسر منها 2-1، بنخسر من المغرب. انت فشلت على المنتخب الاول، على منتخب الناشئين، على منتخب الشباب. اتحاد الكوره يتحمل المسؤوليه في الاختيارات، تخبط كبير جدا، تخبط كبير. وفي على مدار السنه ده كمان غير موضوع اخفاء الجواب اللي ما فيش حد لسه لغايه دلوقتي حقق فيه ولا شفنا نتيجه التحقيق ولا ايه، يعني ما شفناش حاجه. يعني حتى النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي ماشيه صح واللي احنا لسه هنتكلم وجايبين له رقم ان هو رقم 34 على العالم، بيتم كمان ان ما فيش حد بيساعده، يعني ده في وسط الكلام يعني. لكن انت بص على المنتخبات، ما فيش تخطيط. يا كابتن اسلام انا بقالي 3 سنين مهتم بقطاعات الناشئين او بتابع قطاعات الناشئين، لما نزلت شفت لقيت في مدربين كويسين، يعني في مدربين كويسين ممكن انت تطلع منهم، من الاهلي واحد، من الزمالك واحد، من انبي واحد، من المقاولين واحد، وتشوف وتقعد معاهم وتشوف مشاريعهم. تعالى المدرب ده مشروعه ايه؟ لكن انت بتعين المدربين على اساس ايه؟ المدرب ده بيضيع جيل كامل. انت 2006 دول خلاص لا في كاس امم ولا في كاس عالم، كل واحد فيهم كان نفسه طبعا، يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم مع انديتهم ممكن يكملوا ان شاء الله لما يعملوا، نتمنى ان يبقى في لسه في جيل هيتعمل 2005 اللي هو هيلعب الاولمبيات، نتمنى بقى ان يتم الاختيار صح مره، يعني يختاروا مدرب كويس، يختاروا حد كويس، يختاروا جهاز فني بعيد عن المجاملات. كفايه مجاملات يا جماعه. برضه منتخب 2003 مع كابتن محمود جابر محتاج اعاده نظر في بعض الحاجات، انت خسران بطوله عربيه، محتاج بعض اللعيبه بس هتلعب البطوله على ارضك ان شاء الله، ودي هتبقى كارثه لو مصر ما وصلتش النهائي وما خدتهاش. احنا عندنا بطوله 2003 في شهر فبراير على ملعبنا، عيب ان مصر ما تاخدش البطوله دي او ما توصلش نهائي. احنا في نص النهائي الاربع فرق هيوصلوا كاس عالم، لازم اتحاد الكره يخلي باله من ده. منتخب الاولمبي كسبان فريق اسواتيني 1-0 بالعافيه مع المدرب البرازيلي الجديد، اسواتيني اللي هي اصلا مش موجوده على الخريطه اساسا كسبينها 1-0 بالعافيه، خطه رياضيا يعني اقل منك بكتير، يعني يعني فرق كبير جدا. انت بتتكلم في 1-0 يا جماعه. يعني لازم الناس بصراحه، لازم الناس تعيد النظر في اختيارات المدربين، في اختيارات ان احنا لازم يكون عندنا كوادر تدريبيه. مين اللي بيعلم المدربين دي؟ مين اللي بيظبط معاهم الخطه؟ فين التخطيط بتاع الناس دي؟ النهارده برضو اللعيبه المحترفه الموجوده بره مصر مفروض ان انا اتواصل معاهم، اشوف احاول ابحث عن اللعيبه اللي بتلعب بره اللي عندهم جنسيتين، واللعيبه اللي بره مصر سواء محترف في اسبانيا، محترف في المانيا، محترف، احاول ان انا ادور وابحث واستكشف لعيبه. في الجيل ده انا كنت شايف فيه لعيبه كويسه جدا، يعني عندنا في النادي الاهلي الحارس عمر كامل، انا مش عارف ما اشوف كابتن محمد وهبه النهارده، عمر سيد معوض وعمر خضر احسن اتنين في الفرقه ما بداوش النهارده، مش عارف ايه السبب، ان هو ايه سبب التغييرات الكتير اللي حصلت. ابراهيم عادل مره تلاقيه باك رايت، مره تلاقيه خط نص، مش عارف احمد عبدين اول ما هو احسن مساك في مصر في 2006 صحيح. اول ماتش ما كانش موجود فجاه احطه، ليه التخبط اللي موجود واللي حصل ده، وليه يعني لازم المراجعه. احنا دورنا هنا يا جماعه، احنا بنتكلم بالارقام، بنحترم كل الناس، لازم الناس يكون في تخطيط، ان احنا دورنا ان المنتخب الاولمبي ده يوصل اولمبياد باذن الله اللي هو مواليد 2001. لازم اتحاد الكوره يخلي باله ان احنا لازم 2001 ده ان شاء الله يوصل اولمبياد، وبطوله مواليد 2003 اللي هو منتخب الشباب اللي هي مقامه على مصر في شهر فبراير هيكون من العيب ان مصر ما توصلش على الاقل النهائي.
فده لازم رسائل كده لاتحاد الكوره يراجعوا نفسهم في النقطه. النادي الاهلي في المركز 34 عالميا. النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي في الرياضه المصريه او في الكره المصريه اللي دايما بتشرف مصر بصراحه. أيوه. النادي الاهلي ده طبعا موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. أيوه. لو نستعرضها على الشاشه. فضل. ده التصنيف الجديد في شهر نوفمبر 2022. فلامينجو طبعا اخذ بطوله امريكا الجنوبيه فتصدر القائمه، بقى الاول على العالم فلامينجو البرازيلي. الثاني ليفربول، الثالث بالميراس. النادي الاهلي بيحتل المكان الكام؟ بيحتل الاربعه. ادي الترتيب قدامنا على الشاشه اهو، من 1 نوفمبر 2021 ل 31 اكتوبر 2022. يعني منه لغايه 1 نوفمبر السنه دي. فلامينجو بيتصدر القائمه، النادي الاهلي في المركز ال 34 على العالم والاول افريقيا والاول عربيا. النادي الاهلي المصري. تمام؟ الاهلي متفوق على اليوفنتوس، متفوق على الميلان، متفوق على ريفر بليت، متفوق على فنار بخشة، متفوق على مانشستر يونايتد في الترتيب. اللي بيجي بعد النادي الاهلي في افريقيا نادي الوداد المغربي، بعد ما اخذ دوري ابطال افريقيا بقى في المكان في ال 62 على العالم. نادي الزمالك ده اللي قدامنا. بالنسبه للانديه المصريه اقرب نادي للنادي الاهلي نادي الزمالك طبعا بمسافه ال 96 على العالم، نادي الزمالك. وشباب بلوزداد برضه سابق، صن داونز ال 98 على العالم، اهو الزمالك ال 96، صن داونز ال 98. فده الموقع اللي هو التاريخي، الموقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء هو اللي مصنف النادي الاهلي في الشهر ده في المركز ال 34 على العالم. طيب كلام جميل جدا وحاجه محترمه جدا. برضه في احنا دايما ما بنيجي نتكلم بنتكلم على نص كوبايه المليان. لا ننظر كثيرا لما يقال ولما يحدث حوالينا، لكن ميزانية 3 مليار وشوية أعتقد أنها ميزانية ضخمة بتدل فيها مكسب، مكسب حتى مادي. طب. 150 أو 140 147 148 مليون، وبالتالي نجاح كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي. دايما يا كابتن سامي ده وجهه نظري، يعني دايما بشوف ان محاسبه اي مجلس اداره بناء على البرنامج اللي قدمه في الانتخابات اللي هو ترشح ليها، وانك تبدا تحاسبه على 4 سنين يعني حققت قد ايه من الوعود او من الافكار اللي انت قدمتها في البرنامج الانتخابي ليك. وجهه نظري النهارده بعيدا عن طبعا بعض يعني الامور القضايا اللي بتبقى فرعيه. نعم. خلي بالك النهارده يا كابتن اسلام في الرياضه يعني كل يعني احنا مثلا مباريات بين لحد ما الناس على السوشيال ميديا بيحللوها بالدقيقه، يعني انت بتمسك اللعيب، كنا زمان نحلل اللعيب بال 90 دقيقه، صح، دلوقتي بتحللوه بال 45، بعدين دلوقتي بتحللوه يعني ايه لعبه بلعبه كل دقيقه لعبه بلعبه. فبعيدا عن هذا الاسلوب اللي هو طبعا اسلوب غير محترف، اكيد انا بشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الاخيره تحت قياده الكابتن محمود الخطيب حقق نسبه كبيره جدا 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 من البرنامج الانتخابي اللي تم وضعه في الانتخابات الاخيره، وصولا طبعا ان خلاص احنا على بعد ايام قليله من افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس، وان شاء الله باذن الله باذن الله هيخدم عدد كبير من الاعضاء، ويبقى ده بيضاف ل يعني الفروع الثلاثه الاساسيه اللي برضو حصل فيهم تطور شديد جدا. يعني مثلا كعضو جمعيه عموميه معتاد انا بروح الجزيره، الجزيره مختلف تماما عن قبل كده. فرع الشيخ زايد فعلا اكثر من رائع، فرع مدينة نصر اللي بتدرب فيه اكثر من رائع. ففعلا في تطورات كده في الناحيه بعيد عن الرياضه. الكوره بقولها بكل صراحه كان عندنا مشكله يعني اخر سنتين كان في بعض المشاكل، تم الدراسه بتاعتها وتم التحليل وتم وضع خطه للتصحيح، والحمد لله الفريق حاليا في الوقت الحالي ماشي بشكل كويس، وربما يكون هو ده يعني الايه الملف الاكبر اللي محبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيحب انه يقيم فيه. ولكن شيء مهم جدا ان احنا نعطي كل ذي حق حق. النادي الاهلي النهارده ميزانيته بتوصل 3 مليار جنيه، ده في وجهه نظري رقم ربما يوازي بعض ميزانيات الدول الصغيره. صحيح. صغيره يعني. صحيح. يعني لو في العالم كده يقول لك تقول لهم الميزانيه بتاعتكم كام؟ يقول لك يعني شبه ميزانيه النادي الاهلي. فالنهارده وده كمان في وجهه نظري بقى عشان اختم اجابتي في الحته دي. طيب. دليل ليه النادي الاهلي رعايته مختلفه في حاجات كتير. ده معشر النبي الكلمتين دول اتجرروا البتاع بتتخلي الناس. طيب معانا من هولندا الحقيقه كابتن كريم السعيدي نجم منتخب تونس بطل امم افريقيا 2004 ولاعب فينورد الهولندي السابق. كريم السعيدي واحد من نجوم الكره التونسيه المتوج بكاس الامم الافريقيه 2004 ورحله احترافيه طويله مع الكره الاوروبيه في دوريات هولندا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا.
كابتن كريم اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيكم، شكرا على الساعه وشكرا على المقدمه الجميله. شكرا. تمام كابتن كريم. بالضيوف بتاعك طبعا. اهلا وسهلا. انت طبعا متابع لمنتخب مصر وان شاء الله هنلاعب منتخب بلجيكا يوم الجمعه في مباراه وديه استعدادا لكاس العالم في قطر. خبرتك مع الكره البلجيكيه كبيره، كيف ترى هذه المباراه؟ والله بسم الله كانت ليا يعني او نحن تجربه كويسه مع نادي بيرسا. كان رئيس النادي السيد سامي ماجد. ماجد سامي. عندي ماجد سامي سوري. نعم. كانت عندي تجربه 3 سنين هناك، لعبت مع كثير لاعبين مصريين محترمين، حتى حسام غالي صديقي كانت معه تجربه في فاينورد، وكمان بعد الاصابه نتاعو رجع لعب معايا في ليرسا كمان سنه. نعم. ليرسا من زي الليفل بتاع فاينورد، بس يعني فريق كويس محترم. عنده استراتيجيه مع السيد ماجد سامي يصبر اللعيبه الاوروبا. معلش الدوري الهولندي، الدوري البلجيكي مش زي الدوري الهولندي. الدوري البلجيكي يعني قلنا نحن ما تقارنوش زي الدوري الفرنسي ولا حتى الدوري المصري. ممكن الدوري المصري اكثر سرعه، اكثر لياقه بدنيه في يعني في الديولز يعني ال 1 تو 1 يعني كانت قلنا نحن. لكن هو كمنتخب بلجيكا يعني انت شايف ان هو طبعا عندهم لعيبه كبار محترفين في اكبر الدوريات في اوروبا، يعني الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، كل اللاعبين. شايف المنتخب البلجيكي في مباراته امام المنتخب المصري ازاي، خصوصا بعد التصريح المدير الفني للمنتخب البلجيكي وقال روبرتو مارتينيز قال ان هذه المباراه خير اعداد لكاس العالم. طبعا لو تشوف المنتخب البلجيكي يعني بدأ له 10 سنين يحضر المجموعه دي بعد الكاس العالم في روسيا، يعني ممكن اول منتخب يعني كان مع نفس المدرب اللي هو ديجا مارتينيز، في ما فيش تغييرات حتى في المجموعه. طبعا انت قلت حضرتك يعني في لاعبين كبار بيلعبوا في الدوري الاوروبي، بس في لاعبين يعني حاليا ما يلعبوش باستمرار زي الهازار، يعني نقطة فهم هازار اللي كان في تشيلسي مش هازار اللي هو ريال مدريد. يعني مظبوط ريال مدريد يعني صحيح. سبحان الله يعني تغير 90 درجة. بس المنتخب البلجيكي يعني بيحضر نفسه في كأس العالم في قطر في المجموعة اف، يعني حيلعب ضد المنتخب المغربي وكندا وكرواتيا، مجموعة محترمة. حيلعب ضد المنتخب المصري، حيحضر نفسه ضد المنتخب يعني سوري علشان المنتخب المصري ما راحش كاس العالم. مظبوط. علشان في برشا بس هو يحضر نفسه مع منتخب عربي، يعني ند مع المنتخب المغربي ممكن نفس الاسلوب اللعب. صحيح. حيشوف نفسه حاسس بالتجربه. حتكون مباراه قويه للمنتخب المصري بشي يرجع الثقه نفسه، حتكون زاد كمان التحضير النفسي والتحضير لكاس العالم بعد 5 ايام. المنتخب البلجيكي حيبدا اول ماتش مع المنتخب الكندي. منتخب بلجيكا عنده دي بروين، محمد منتخب مصر عنده محمد صلاح، مواجهه انجليزيه او بتحدث دائما في الدوري الانجليزي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، كيف ترى هذه المواجهه؟ والله كيفن دي بروين لاعب وسط ميدان، لاعب وسط ميدان هجومي دفاعي، مش نفس السايز بتاع محمد صلاح. يعني كيفن دي بروين يعني بيجي من ورا بيسجل الاجوال، محمد صلاح يعني كل الكرات بتمر عليه يعني ورا المدافعين. محمد صلاح بالسرعه بتاعه بالكواليتي بتاع الدريبلينج يعني قلنا احنا الفرديات، محمد صلاح بيعدي بفتره كويسه. محمد صلاح ان شاء الله يرد الاعتبار للجمهور المصري والفريق المصري اللي ان شاء الله يربي بعد الفتره هذه يعني يرجع، وان شاء الله يربي يفوز بالمنتخب البلجيكي. المهم المردود يكون كويس ولازم نروح ترجع للمنتخب المصري ان شاء الله. طيب كابتن كريم، المنتخب التونسي، المنتخب التونسي ترى كيف ترى حظوظه في هذه البطوله وتوقعاتك للمنتخب التونسي؟ والله التوقعات ان شاء الله تكون توقعات ايجابيه بعد قولوا نحن
الكريتيك بتاع الشارع الرياضي التونسي للقائمه الاخيره للمدرب التونسي في نعم. يعني كثير يعني اضطرابات علشان في كثير مدافعين تبعين في مهاجمين قليلين في كثير وسط الميدان يعني باين المدرب حيشوف الخطه الدفاعيه ممكن حيلعب خمسه مدافعين طبعا نحن المنتخب التونسي موجود في مجموعه على الورق صعبة ضد المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الدنماركي ضد المنتخب الاسترالي حتكون يعني مجموعة صعبة بس كل شيء جايز ان شاء الله في الكورة عندنا ثقة في المنتخب التونسي ان شاء الله نقولوا نحن مرت سنين كثيرة ما عديناش يعني الدور الثاني ان شاء الله تكون هذه مرة في منتخب يعني في بلد عربي ان شاء الله نعمل يعني مستوى كويس يليق بالكرة ولا اللي في الكرة العربية. علي معلول والدور اللي بيقوم بيه مع النادي الأهلي شايفه إزاي ودوره مع منتخب تونس؟ والله يا علي معلول من أحسن الكفاءات نحن كتوانسة يعني نفتخر به يعني بيلعب في نادي الأهلي كيلعب في نادي التونسي يعني المرور بتاعه يعني ماشي وطالع إن شاء الله كويس يعني في المنتخب الوطني إن شاء الله معلول إن شاء الله بالخبرة بتاعه في إفريقيا إن شاء الله يكون يعني جاهز يكون ان شاء الله بدنيا ذهنيا من حتى نفسه علي معلول ما عادش كيف قبل يعني هو لاعب يعني قولوا نحن الليدر بتاع الفريق هو اللي حينشط الخطه الهجوميه والخطه الدفاعيه ان شاء الله حتى في حجره الملابس مع اللاعبين حيكون دور قولوا نحن الذهني ان شاء الله ربي يقدم مستوى كويس ان شاء الله يكون فعل خير علينا يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن كريم على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن كريم السعدي نجم منتخب تونس وزي ما حضراتكم عارفين واحد من اللاعبين الجيدين مع المنتخب التونسي. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب بلجيكا ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد محمد الصغير بيقول لك برشلونه 14 ومحمد بيقول لك احنا ما حطيناش برشلونه اساسا معلش هو يمكن ماشي هناخد ابعتوا لي يا شباب كل الحاجه اللي حضراتكم انا هاخد منكم كل الارقام. الاول احنا وثقنا الرباعيات اللي النادي الاهلي عملها خلال الفتره او طوال تاريخه لو تقدر والحقيقه لاقت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا فخلينا نوثق السداسيات. احنا وثقنا رباعيات السداسيات النهارده بقى في 41 سداسيه. 41 سداسيه؟ للاهلي ده على مدار تاريخ النادي الاهلي قدامنا على الشاشه اهو 41 سداسيه للنادي الاهلي في جميع البطولات عبر التاريخ سنه 25 26 النادي الاهلي كسب نادي الزمالك 6-0. سنه 28 اللي كسبنا الاولمبي 6-1 بعد كده المختلط الجديد ده برده كان اسم نادي الزمالك كان كل نادي ليه فرقتين المختلط الجديد 6-1 31 ستانفورد شير 6-1 الاسماعيلي 32 سنه 32 6-0 الترسانه مرتين 6-1 و6-2 سنه 39 ويونان القاهره 6-2 سنه 1940 النادي النوبي 6-2 1942 الترسانه 6-1 42 برضه بني سويف 6-2 46 الاسماعيلي 6-0 سنه 50 الترسانه 6-0 سنه 56 الترسانه 6-1 سنة 56 السكة الحديد 6-0 سنة 57 المنصورة 6-1 سنة 58 السكة الحديد 6-1 59 الترسانة 6-3 59 الاتحاد 6-0 63 بني سويف 6-2 نادي مصنع 36 سنة 75 6-0 المنيا 6-0 مصنع 36 برضو سنة 76 طنطا 76 6-0 الأولمبي 77 6-0 وسنة 82 ليوبارد سكيني 6-0 سنة 87 سنة 90 المنصورة 6-0 سنة 96 الألمونيوم 6-1 سنة 97 الإسماعيلي 6-0 2000 الترسانة 6-0 2002 الزمالك النتيجة الشهيرة 6-1 و2002 المقاولين العرب 6-2 2004 الكروم 6-1 حضرتك كنت متواجد في 2005 فيلا الأوغندي 6-0 ايوه وماتش الإسماعيلي 6-0 الاسيست بتاع محمد بركات وعملت اسيست واحد ولا اثنين؟ لا واحد بس واحد حاجه خفيفه كده 2005 الاتحاد 6-0 2015 نكمل 2015 طهطا 6-1 2016 الالومنيوم 6-0 2017 النجم الساحلي 6-2
وجندر ماري ناشونال بطل النيجر 6-1، ده اخر سداسيه للنادي الاهلي كانت 6-1 في دوري ابطال افريقيا، اخر اثنين كانوا في دوري ابطال افريقيا. فدول ال 41 سداسيه للنادي الاهلي في جميع البطولات عبر التاريخ. طيب عايزين بقى نتكلم عن قرعه دوري ابطال افريقيا وشكلها. هو طبعا قرعه دوري الابطال اكيد السنه دي كابتن اسلام مقسمه لمستويات اربعه، طبعا النادي الاهلي كالعاده هيبقى ان شاء الله في المستوى الاول ومعاه الوداد ومعاه الترجي ومعاه الرجاء. المستوى الثاني هيكون فيه طبعا نادي الزمالك، وبالتالي في احتماليه لوقوع النادي الاهلي وزمالك. الافضل اهلي وزمالك في مجموعه واحده ولا لا؟ يعني مش باخدها بحته، يعني ربما يكون فقل حسن للنادي الاهلي لما نادي الزمالك بيقع معاه في المجموعه. بشوفنا كذا بطوله النادي الاهلي لما بيقع مع نادي الزمالك بيتوج باللقب في النهايه، لكن انا في وجهه نظري الكره الحديثه انا بتكلم في الوضع الحالي يعني. يعني لا يعني عادي انا فريش. لا خالص انا عاجبني جدا الاسلوب، يعني بحب عقليه كولر زي عقليه فايلر زي عقليه جوزيه. ان انا ربما جوزيه كان عنده حته الذكاء في التصريحات في المؤتمرات الصحفيه وانه يضغط على المنافس، انا بحب اللي هو انا العب في اي وقت، العب مع اي منافس، العب تحت اي ظروف، انا بحب العقليه دي. لان انا بقول لاي منافس في القاره ما عنديش ادنى مشكله، طبعا مع الحفاظ طبعا على الحقوق، لكن اكيد في مساحه للنادي الاهلي ان هو يقع طيب. مع النادي الزمالك، نادي الزمالك في المستوى الثاني، وطبعا يكمل في صن داون زي ما قلت. طب ممكن بس عشان احنا عاملين تقرير عن توقعات الجمهور. يا ريت. فالجمهور عكس طب يحب فبمناسبه يعني انت بتتكلم عن هذا الامر، خلينا نطلع نشوف تقرير عن توقعات جمهور الاهلي لهذه القرعه ونرجع نكمل مع كريم محمد. يعني اهلا بالزمالك، واحد قال لك اهلا بالزمالك. طيب رايك برضو يا احمد في القرعه واللي ممكن يحصل؟ انا شايف ان احنا ان شاء الله دايما بناخد البطوله على مراحل، مرحله ما قبل دور المجموعات، مرحله دور المجموعات، مرحله ما بعد دور المجموعات. شايف ان مش بتبقى فارقه ان انت تقابل سواء قابلت الزمالك في دور المجموعات او بعد كده، مش ما بقاش يفرق يعني. مش فارقه، مش هنقعد نبص بقى في ناس اصل الناحيه الثانيه بيقعد يقول لك انا بحلم بيك وبيبص على السوشيال ميديا. لا احنا مش هنبص، احنا مركزين في فرقتنا. أوكي. ان احنا عايزين نكسب البطوله بغض النظر عن المنافس. على فكره لو هنتكلم تاريخيا ان الزمالك لما بيقع معانا في المجموعه النادي الاهلي بياخد البطوله على طول، يعني سنه 2008 و2012 و2013 الثلاث سنين نادي الزمالك كان مع النادي الاهلي في المجموعه النادي الاهلي اخد البطوله، وسنة 2005 قابلناهم في نص النهائي النادي الأهلي أخذ البطولة، سنة 2020 النادي الأهلي قابل الزمالك في القضية ممكن في النهائي والأهلي أخذ البطولة في الخمس مرات. فهي ممكن تقول فال حسن، فال حسن، بس النادي الأهلي كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الأمور. النادي الأهلي يعني مش بيفرق معاه مين، لكن أنت شايف المستويات بقى، صن داونز، الزمالك، بترو أتليكو، حرية الغيني، ده المستوى الثاني، المستوى الثالث سيمبا، شباب بلوزداد، شباب القبائل، الهلال السوداني، المستوى الرابع فيتا كلوب، القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فايبرز الاوغندي. الخلاصه ان الكل بيخشى مواجهه الاهلي. صحيح. طيب ده المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع لتصفيات الفرق المتاهله لدور ال 16 لدوري ابطال افريقيا. طيب خلينا نطلع فاصل اخير. قبل الفاصل يا كريم انت كنت عايز تقول لي على حاجه فيما يخص كلام عبد الله السعيد. عشان بس هو خد حيز كبير خلال الايام الماضيه، وحسيت كان في يعني مفيش حقيقه كامله بتتقال في الموضوع، في حاجات اتنست ودي نقطه مهمه جدا. بس سريعا تذكره سريعا، عبد الله طبعا قضى مع النادي الاهلي ايام كويسه، وفي وجهه نظري الشخصيه لغايه يناير 2018 عبد الله السعيد ما كانش عنده اي غلط. يعني انت عندك ست شهور تمضي فيه الايام، ده حقك. النادي الاهلي قدم لك عرض، انت فكرت قلت لا انا العرض ده مش مناسبني، وفضلنا في مفاوضات من شهر يناير افتكر لغايه شهر مارس، لغايه لما جه عبد الله في شهر مارس مضى وجدد مع النادي الاهلي وخلص وخلصنا الموضوع. بعد كده ظهرت نادي الزمالك طلع العقود اللي مضاها عبد الله السعيد في محاوله لحرق عبد الله السعيد مع النادي الاهلي، وطبعا الخطوه دي مسؤول نادي الزمالك كانوا عارفين فعلا ان النادي الاهلي عمره ما يتقبلها، ولا جماهير الاهلي ولا منظومه الاهلي ان هي ممكن تتقبل ان اللاعب بتاعها يمضي وياخد فلوس من النادي المنافس وبعد كده يلعب مع الاهلي. وبالتالي كان قرار اكثر من رائع من منظومه النادي الاهلي ان هي عرضت عبد الله السعيد للبيع يوم التجديد. فاللي عايز اقوله ان الامر كله كان عند عبد الله. عبد الله كان ممكن يكمل مع الزمالك، انت مضيت وانتهى الموضوع، مفيش حد هيلومك وخلصنا. هو ده اللي بنقوله. وخلصنا خلاص، خلص الموضوع.
عبد الله هو اللي بايده وبقراره مضى نادي الزمالك وبعد كده مضى للنادي الاهلي. ايا كان حد هيقول لي اصله جاله عرض اصل ده امر تفاوضي، اللي بيمضي اللاعب. انت النهارده مضيت مع نادي الزمالك، كان يجب عليك انك تحترم تعاقدك مع نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وعنده جمهور كبير. خلاص انت مضيت معاهم، ربنا يسهل لك ربنا يوفقك وانتهى الموضوع. توقيعك بعد كده انك ترجع في كلامك وتمضي للنادي الاهلي وكنت عايز تضحك على الاثنين، ده امر صعب جدا يا كابتن اسلام، لان احنا في عصر السوشيال ميديا. وبصراحه نادي الزمالك في اول يعني زي ما بيقولوا مثلا يعني بين كوتيشن في اول ناصيه باعك، لما انت برضو بعتهم ان انت مضيت معاهم بعد كده رجعت في كلامك، هم برضو باعوك ونشروا الصور عشان يحرقوا. كان ممكن فعلا نادي الزمالك ما ينشرش الصور والدنيا تعدي زي ما حصلت مع نادي الاهلي كتير. ياما لعيبه من نادي الزمالك وياما لعيبه من نادي الاسماعيلي مضوا النادي الاهلي وقبل ما يفعلوا التوقيع ده او الاتفاق قالوا ايه معلش احنا غيرنا راينا، ممكن نسترد العقود. فالنادي الاهلي قال لهم اتفضلوا عقودكم اهي وارجع خلاص. لكن نادي الزمالك تعمد ان هو يحرج عبد الله. الغريب اللي انا ملاحظه ان عبد الله بيحاول يستميل جماهير الزمالك. انا مش فاهمها، هو حر؟ لا لا مش غريبه. لا هو انا الاغرب بالنسبه لي تصرف غريب جدا. لا لا بالعكس، ده انت ضحك عليهم. لا لا بالعكس، ده اللي انت بتقوله ده انا الاغرب بالنسبه لي، ان هو عبد الله بيحاول ان يعادي جمهور الاهلي. مش فاهم، مش فاهمها فعلا ليه. ده الاغرب بالنسبه لي يعني، على الرغم من جمهور الاهلي. لا ومش فاهم ايه يعني توقيع، مش فاهم توقيع ايه اللي قتل منظومه الاهلي خالص خالص. بدليل كميه الجمهور النادي الاهلي نفسه، جمهور النادي الاهلي نفسه لما مجلس الاداره خد قرار بعرض بيع عبد الله السعيد للبيع بعد التجديد، يا خبر ابيض كان في تهليل على السوشيال ميديا. الحمد لله ده قرار سليم. فنقطه مهمه، ممكن تتحاول عشان المحامي بتاعك بيحاول انه يلعب على شيء عشان القضيه وكل شيء، لكن للاسف لازم تبص يا عبد الله بعد سنين انت هتبعد عن الملاعب وهتبعد عن لعب الكوره. مش شيء مش ذكي ان انا اخسر جماهير كتيره، وغريب انك تلعب على جمهور نادي الزمالك واداره ومنظومه نادي الزمالك اللي انت بنفسك ما احترمتهمش وما احترمتش توقيعك معاهم، وان الناس جابوا لك 40 مليون جنيه كاش. يعني 40 مليون جنيه كاش جابوهم لك في الشنطه وانت خدتهم، وبعد كده قلت لهم يا جماعه والله انا اسف مش هلعب معاكم. فما فهمتش انت ليه بتحاول تلعب على الوطنين. بس كنت مهم جدا لكن جدا، لكن انا في الاخر بنوضح الحته. ده توضيح كريم، لكن انا في النهايه انا عكسك تماما. اللي كان الاغرب بالنسبه لي كيف يمكن ان تعادي جمهور النادي الاهلي بعد قضاء وجهه نظري 3 أو 4 سنين، انا مش عارف الوقت اللي قضاه عبد الله الدهيف. عبد الله جه الاهلي 6 سنين. لا عبد الله ست سنوات في النادي الاهلي، اعتقد عدد كبير 12 بطوله وعدد كبير من البطولات، وقد ايه للجمهور الاهلي تحديدا. انا ما بتكلمش بقى دلوقتي على مسؤولين وادارات والكلام ده خالص، انا بتكلم على جمهور حطك في سابع سماء. فبالنسبه لي الاغرب ان انت كيف تعادي حتى الامور، يعني ما كانش حد بيتكلم، اقصد ان خلال الفتره اللي فاتت، فان عبد الله يقول انه الموضوع ده قتلني او قتلهم، في نفس الوقت يقول ان الاهلي بيبحث عن ان هو ازاي يضيع مستقبله عنده 39 سنه مش عارف. فيعني عموما ده كان الاغرب بالنسبه لي. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نشوف بقى كريم واحمد وهم على الشاشه هيقولوا لنا ايه عن منتخب بلجيكا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نبدا مره اخرى مع كريم واحمد. يا احمد قول لنا تشكيل المنتخب البلجيكي اللي هيبدا بيه بكره. طبعا مع المدرب مارتينيز هم بيلعبوا بال 3-4-3 دايما، طريقه لعبهم ال 3-4-3 في حراسه المرمى كورتوا، الثلاثه اللي ورا فيرتونخن وزينو والدرفيلت، الاثنين اللي في وسط الملعب قدامنا التشكيله اهو، فيستل وتيليمنز، والاثنين اللي على الاطراف جراسكو ومونيه، واللي قدام طبعا دي بروين وهازارد وباشواي. دي طريقه لعبهم المتوقع اللي هي هيكون موجوده في كاس العالم 3-4-3. يمكن هو فكره 3-4 بتاعتهم ان دايما توماس مينيه رقم 15 وجراسكو رقم 11 دايما فاتحين الملعب، عاملين يعني امداد للملعب بالعرض، يعني هم ظاهرين بصيغه جناح، ودي بروين وهازارد هم اللي بيهاجموا في عمق الملعب. هات كده الحالات هنبين للناس اول حاجه بس طريقه اللعب وايه فكر ال 3-4-3 بتاعتهم دي، وازاي الظاهرين دايما هم على الورق اجنحه. ادي قدامنا طريقه اللعب اهي، ادي الثلاثه اللي ورا اللي احنا اتكلمنا عليهم. بس كان مين بقى راس حربه هنا؟
هنا باتشواي اللي هو باتشواي برضه مش... بس طبعا باتشواي بيلعب بعد ما لوكاكو مصاب. لوكاكو مصاب وعنده مشكله. هو لوكاكو هيبقى موجود في لسه. بس هو موجود في القايمه هيلحق البطوله في الاخر يعني ممكن يخش من دور ال 16 برضه. ان نفس الشكل اهو واضحه جدا 3 4 3. بص حضرتك هنا كاستان وكاراسكو. هات الصوره اللي فاتت دي ثانيه واحده. نفس الشكل اي وقف مين اللي فاتح عرض الملعب ده؟ الظاهرين. الظاهرين دايما بتتحول لاجنحه ودي بروين والاثنين اللي هم صناع اللعب من العمق بيعملوا شكل الدياجونال ده اللي هو الرباعي الاربعه. فبتبقى 3 4 3. فالظهير هو اللي بيلعب جناح والجناح بيخش لجوه العمق الملعب بيتحول كصانع العاب. فهنا الخطوره مهم جدا ان انت شايف الظاهرين عاملين مادين عرض الملعب بشكل كبير. يعني في خطوره من الاطراف وخطوره من العمق. لازم الظاهرين سواء المساحه اللي ورا محمد حمدي المساحه اللي ورا عمر جابر او اكرم توفيق الظاهرين دي هتتعامل معاهم ازاي والارتداد الدفاعي بتاع تريزيجيه وبتاع محمد صلاح هيبقى عامل ازاي. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه والاخطر كمان بص هنا برضو الشكل الدياجونال للرباعي. هنا الكوره وادي 3 4 3 بتاعت منتخب بلجيكا وادي مونيه وادي جراسكو فاتحين الملعب برضو بنفس الشكل بنفس طريقه اللعب. هنا الخطوره بتاعت منتخب بلجيكا في تحركات دي بروين في الزون 14 والهاف سبيس. دي بروين هو اهم لاعب في منتخب بلجيكا طبعا يعتبر احسن صانع العاب في العالم دي بروين. بص هنا دي بروين ستيفن مونير دي بروين بيتحرك فين؟ بيتحرك في انصاف المساحات ما بين المساك والباك في نفس الكره بتتلعب له. هنا دي بروين بيتحرك في المساحه دايما الخاليه دايما المدافعين ما بيبقوش واخدين باله منه بيجي من الخلف. هو على الورق جناح يعني على الورق 3 4 3 المفروض دي بروين بيلعب جناح لكن هو مع منتخب بلجيكا بيتحول كصانع العاب من العمق زي ما قلنا والظهير هو اللي بيتحول لجناح. ادي دي بروين بيتحرك في المساحه ما بين المساك والباك. ده الجون اللي جابوه الهدف الاخير ليهم في ويلز ومنتخب ويلز. بص هنا دي بروين بيعمل بالعرض ليه باتشواي اللي بيتحرك. طبعا وجود لوكاكو بيفرق كتير. باتشواي برده مهاجم كويس ولكن مش زي لوكاكو. وجود لوكاكو مع الكرات العرضيه دي لدي بروين يفرق كتير. ده واحد من اهم المفاتيح. دي بروين اخطر سلاح لمنتخب بلجيكا قدام منتخب مصر. نكمل برضو هنا الكره بتتلعب مين اللي زايد مين اللي على الطرف اليمين ده وعلى الشمال الباك اليمين والباك الشمال ومين اللي موجود في العمق دي بروين فين بالظبط في المساحه اللي هي في الزون 14. عشان كده احنا النهارده لما نلعب بال 4 3 3 هيبقى في المساحه ولازم واحد يخلي باله من التحرك فين في الزون 14. ادي نفس الفكره بالظبط اهي الشوطه المكان اللي بيشوط منه دي بروين اللي هو الزون 14 اللي حوالين دايره منطقه الجزاء. مهم جدا الرقابه على دي بروين في الحته دي لانه بيسجل منها اهداف كتير. وادي هدف برضو اخر في شباك ويلز قدر يجيب منها هدف دي بروين. دي بروين بيقوم بدورين دور التكمله والتحرك في انصاف المساحات والزون 14 والدور الثاني ان هو بيتحول ك ديب لاين ميدفيلدر يعني صانع العاب من الخلف. بص هنا ارجع بالصوره اللي فاتت الاول الصوره اللي فاتت اللي قبلها. بص هنا دي بروين بيعمل ايه؟ هنا بينزل تحت يستلم ويعمل التمرير الطولي للمهاجم. هنا دي بروين مين اللي هياخده من تحت؟ لازم يبقى فيه تعليمات ان هو لما يبقى في وسط الملعب بتاع بلجيكا ولما يبقى في وسط الملعب بتاع منتخب مصر مين اللي هياخده هنا ومين اللي هياخده هنا؟ مين اللي هيقوم بالضغط عليه هنا؟ مثلا لو امام عاشور بدا المفروض يكون مكلف برقابته. تحت هيبقى مثلا حمدي فتحي او طارق حامد. فده مهم جدا لانه بيعمل التمريرات بالمسطره. بص هنا واحده قدام منتخب هولندا الماتش الاخير برضو ليهم بيوصل المهاجم زي ما قال الكتاب بيضرب ضرب صفوف هولندا الاربعه اللي هم الثلاثه الدفاع والوسط والهجوم بتمريره واحده. بص كمل اللعبه اللي بعدها وصل المهاجم للجون. فدي خطوره دي بروين واحد من اهم المفاتيح لمنتخب بلجيكا. وطبعا احنا بنتكلم من الناحيه التكتيكيه ما بنتكلمش على الفوارق الفرديه. ايوه من الفوارق الفرديه كبيره في ضخمه في فجوه طبعا ما نقدرش استثناء واحد او اثنين يعني يعني طبعا اكيد محمد صلاح هو ربما يكون يعني ابرز لاعب في منتخب مصر اللي يقدر يتنافس. مش ربما مش ربما لا 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 يعني احتراما في حاجات لا بيت القايمه لا طبعا لا وهم نفسهم بيقولوا كده محمد هو الابرز مش ربما اللي هو يقدر ينافس هذا المستوى من اللعب. الناس برضك لسه فاهمه الكوره في التاكتكس وانك بتعمل يعني مقارنه بين فرقتين حاجه وفي فروقات فرديه بتفرق يعني مهما انا اسف طبعًا. يعني مهما تقعد تشرح وتعمل محاضرات في فروقات فرديه خلاص موضوع منتهي. وعشان كده احنا بنقول ان طبعا دي تجربه جيده لينا ولكن مهم جدا 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 ان احنا ننافس. واحده من النقط اللي انا بتكلم عن منتخب بلجيكا مش مباراه مصر بس على المونديال. هم بيلعبوا 3 4 3 بقالهم دلوقتي مع مارتينيز بقالهم فوق الاربع سنين وفعلا ده الجيل الذهبي لبلجيكا بصراحه. صحيح بلجيكا يعني بنتكلم على منتخب وصل
لسيمي فاينل وخد مركز ثالث في مونديال 2018 وكان نقاب قوسين او ادنى في وجهه نظري هو المرشح الاول ليورو 2020 لولا ان القرعه حطيته في مواجهه ايطاليا في افضل 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 سنه ليها. بلجيكا في وجهه نظري في اخر سنتين عندهم بعض المشاكل بسبب الطريقه وطبعا بسبب كمان ارتفاع المعدل العمري للمدافعين اندرفيلد وفيرتونخن الاثنين بقوا معديين 30 وده بيعمل فيه مشكله. ده ماتش واحد من الماتشات الكارثيه لمنتخب بلجيكا اتغلب من منتخب هولندا في دوري امم اوروبا 4-1. الهدف ده تعالى كده نبص كابتن اسلام كان بيلدينج اب لبلجيكا اصلا دي مش هجمه يعني ايه متحضره من هولندا لا ده بيلدينج اب من عند بلجيكا. الكره راحت نص ملعب منتخب الهولندي عمل مصيده لمنتخب البلجيكي قطع الكوره وهوب لو ممكن نعمل سبوت لايت على ديباي اللي هو واقف في الاخر ده الكوره جت على طول الكوره اتقطعت ونبص على المساحه بالظبط هنا وديباي سريع ديباي اول ما الكوره جات له خد المساحه ما بين الاثنين المساكين اللي كانوا غصب عنهم فرشين الملعب عشان بيعملوا التحضير اللعب فدي واحده من المشاكل اللي ممكن تواجه بلجيكا مش منتخب قدام منتخب مصر ممكن تقابلهم قدام يعني المنتخبات الكبيره في كاس العالم ان هم اكيد المنتخب ده عنده امال ان هو يحقق ميدالية او يحقق مركز افضل من اللي حققه في 2018 وتكمله الهجمه ونشوف ان ديباي خد الكوره وعلى طول انفراد وقدر ان هو يحرز هدف. المباراه دي انتهت بنتيجه قياسيه لهولندا كسبوا بلجيكا في بلجيكا 4-1 نتيجه كانت كبيره جدا وهنا طبعا ديباي بيحرز الهدف. واحده برده من المشاكل اللي في وجهه نظري مع منتخب بلجيكا في حقبه مارتينيز هو عمق الملعب. عمق الملعب بتاعهم عندهم مشكله كبيره قوي 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 خصوصا في الهجمات برده المرتده. الهدف ده هدف لو نفتكره هدف ايطاليا الثاني في مرمى منتخب بلجيكا. نشوف هنا عمق الملعب بتاع بلجيكا كابتن اسلام الخماسي بيحاول يرجع ما عندوش السرعه زي ما انا قلت بسبب معدل الاعمار العالي. ده طبعا لورينزو انسيني نجم منتخب ايطاليا شوف مفيش هو بس اتقابل بتلزمان واحد بس مجرد هو راوغه انتهى الموضوع وهوب حط الار 2 على يسار دي المهاره الفرديه اللي انت كنت بتتكلم عنها بالظبط. هنا مشكله كبيره جدا عند المنتخب البلجيكي في السنوات الاخيره. في وجهه نظري بلجيكا في 2018 كانت افضل فيرجن ليه افضل نسخه للمنتخب بمرور السنين بدا عندهم مشكله في ان هم يوجدوا مدافعين صغيرين في السن ودي مشكله في وجهه نظري هتبقى كبيره للمنتخب البلجيكي في المونديال. ابرز النجوم والقيمه التسويقيه لبلجيكا منتخب بلجيكا 563 القيمه التسويقيه 563 مليون يورو مقابل 137 مليون يورو لمنتخب مصر. يعني 137 منهم 120 محمد منهم اكتر من اربع اضعاف اهي قدامنا التصنيف بس منهم 120 محمد صح هم الثاني على العالم معدل الاعمار عندهم 27.8 اغلى ثلاث لعيبه كيفن دي بروين 80 مليون يورو اكتر من كده والله والله يستحق اكتر من كده بصراحه كورتوا 60 مليون يورو لوكاكو 55 طبعا المحققين المركز الثالث في مونديال 2018. عايزين نشوف بقى تشكيل منتخب مصر ماشي بس نقول مجموعه بلجيكا في كاس العالم بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا وطبعا مباراه مصر هم اختاروا مصر القرب المستوى زي المغرب من منتخب المغرب ونفس الاجواء تقريبا طبعا. في الكويت هي الاجواء في قطر اسمع من كل واحد فيكم اخيرا يعني طبعا. في نهايه هذه الحلقه تشكيل منتخبنا الوطني تشكيل المنتخب من بعد اصابه مرموش خلي بالك واستدعاء مروان حمدي المتوقع ولا من وجهه نظري؟ من وجهه نظري ماشي محمد الشناوي طبعا في حراسه المرمى هو بيلعب بالاربعه 4-3-3 روي فيتوريا محمد الشناوي في حراسه المرمى احمد حجازي واسامه جلال هو المنافسه ما بين اسامه جلال وعلي جبر في الحته دي بس اعتقد اسامه جلال افضل مش محمود علال لا لا ماشي علاء صعب يعني اسامه جلال او علي جبر نيجي ناحيه اليمين اكرم توفيق هو الراجل حابب عمر جابر يعني هو الراجل حابب عمر جابر بس انا شايف ان اكرم توفيق بصراحه مين اللي قال ان الراجل محبوب عمر جابر كذا حد من المقربين بيقول ان هو انا شايف ان اكرم توفيق بصراحه افضل بكتير بس في فرق كبير ما بين عمر و و و واكرم ومحمد حمدي لصالح اكرم طبعا في المركز ده بالذات في المركز ده واضح يعني بالذات يعني خلي بالك احنا عندنا مشكله في ناحيه الشمال محمد حمدي الاقرب لان هو اللي اخذ في المباريات الوديه لان برضه حسين السايب كويس ماشي كويس مع المصري وعامل مستوى كويس نيجي للثلاثه اللي في وسط الملعب طارق حامد حمدي فتحي امام عاشور ليه حمدي فتحي مع طارق حامد لان انت محتاج 2-6 محتاج 2 يعني لا حمدي فتحي اقوى في الالتحامات اقوى في الزياده
وطارق حامد في حته التغطيه في العمق في اللي هي المساحه اللي بيتحرك فيها دي بروين اللي احنا لسه شرحناها يقدر يقفلها لك، وحمدي فتحي يقدر يزيد ويقدر يجيب جون من الضربات الركنيه من الراس. امام عاشور برده واحد من الناس الكويسه اللي بتكمل وعنده الزياده قدام، اللي قدام ما فيش خلاف على محمد صلاح وعلى تريزيجيه ومصطفى محمد. هي دي كريم برضو اسمع. انا هو نفس بالظبط نفس التشكيل، ربما بس ربما انا هختلف في مركز وحيد، هو ان انا ممكن احط محمد النني في البدايه مكان امام عاشور، يعني اخلي امام عاشور ورقه معايا، يعني 4-3-3 زي ما هي بالظبط، بس دي 3 فلات يعني. هو اللي يعني انا هامن بطارق، يعني انا متفق جدا مع ثابت ان هو لازم يامن بحمدي فتحي وطارق حامد، لا 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 غبار عليها يعني. أوكي. مفيش اي شك فيها، بس انا هحط برضو محمد النني، ما يبقاش مجدي قفشه يعني. نعم، ما يبقاش مجدي قفشه. لا لا لا، مستحيل تلعب يعني، مستحيل تلعب في ماتش زي ده بلاعب بلاي ميكر صريح قدام منتخب كبير زي ده. لازم تلعب بلاعب 8 ويبقى عنده ناحيه دفاعيه كويسه. انا احط انا في وجهه نظري ابدا بالنني، يعني عمرو السوليه كان يحل لك الموضوع ده. طبعا، لكن عمرو السوليه مش موجود. انا في وجهه نظري احط محمد النني وامام عاشور، يبقى معايا ورقه انزل بيها ممكن في الشوط ما يبقاش احمد سيد زيزو مثلا. نعم، ما يبقاش احمد سيد زيزو. لا ما هو زيزو عشان زيزو بيدافع كويس وبيهاجم كويس، بس زيزو خطورته دايما على الاطراف. اوكي، خطوره زيزو بتقل كتير قوي لما بتلعبه في العمق. سهل انك تتراقب وسهل يتمسك. زيزو قوته فعلا على الاطراف، وفعلا حظ في وجهه نظري يعني، حظ زيزو العثر في الحقبه دي ان هو جاي في زمن محمد صلاح، هي دي فعلا المشكله. او بقى وطبعا حتى برضه هو لو فكر ينقل زيزو على الناحيه اليسرى برضه معاه تريزيجيه. محمود حماده، محمود حماده واحد من الناس اللي هو مقتنع بيها. لا مش هيبدا بيه، صعب. صعب محمود صعب. حماده كمان دفاعيا اعتقد هو يعني مقتنع بعمر جابر. انا بقول زيزو ليه؟ زيزو هو الاقرب في الناحيه الدفاعيه والهجوم، بيدافع كويس وبيهاجم كويس. كان اسلام برضه في نقطه مهمه على الاطراف، هو هيلاعب منتخب اصلا بيلعب كمان 3-4-3 يعني. اصلا خطوره بلجيكا يعني لو خدناها نسب هتلاقي النسب على الاطراف اكتر من العمق، وحتى دي بروين لما بيلعب التنميه الطوليه بيلعبها من الطرف، من على الطرف برضه يعني. لو تفتكر برضه يعني هدف برضه انا ما اعرفش مصر على الهدف النهارده ليه، هدف النادي الاهلي الاول في الاسماعيلي في ماتش 0-2006 لما انت لعبت التمريره العكسيه، انت لعبها يعني ده زي اسيست بالظبط نفس الفكره، انت بتلعبها للاعب بيجمع الطرف. واعتقد ساعتها برضه النادي الاهلي كان بيلعب 3-4-3 3-4-3 طبعا. خطر جدا 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 ان انت يبقى عندك اتنين جناحات قدام منتخب زي ما بيدافعوش، مش هيرجع الفول باك اللي وراه هيجيب جول. يا خبر ابيض، ياخد الكره يروح بيها للجول، تلاته هيبقوا على واحد. صح، يعني المنتخب البلجيكي ممكن يعمل تريانجل على الطرف على فول باك واحد، انت ساعتها كمان في الطريقه دي بتجبر واحد من خط الوسط انه يجنح ويساعد شويه مع الجناح ومع الفول باك عشان ما تعملش زياده عدديه عليك. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكركم جدا على وجودكم معنا، شكرا جزيلا كريم، شكرا جزيلا يا احمد، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من البيت الكبير.